أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا والله في الأجازة دي السريعة دي. إنما الحقيقة الأجازة دي كانت فرصة، فرصة إن الواحد يتفرج من بعيد شوية على اللي بيجرى وبيراقب الأحداث، فرصة إن الواحد يشوف اللي بيحصل ويقرأ ويراجع في التاريخ شوية ويجمع الصورة كلها على بعض. الحقيقة أنا عمال أسأل نفسي سؤال، هم لسه بيعملوا الحركات القرعة بتاعت الأنظمة دي ليه؟ وليه لسه الناس بتصدق الحركات القرعة دي؟ ولسه بيتلعب بوعي الجماهير بالطريقة دي؟ وبعدين أتفرج على الأحداث من بره وتشوف لندن مظاهرات واستعدادات في العالم في أمريكا كمان لمناظرات ترامب وكاميلا هاريس والعودة لمظاهرات شباب الجامعات، وارجع اشوف احوالنا اسال هو احنا ليه كده؟ ليه ساكنين قوي كده؟ ليه مفيش لا حس ولا خبر؟ ليه علبه الدواء ورغيف العيش مش لاقيينهم؟ وليه انت مش لاقيهم ومش قادر تتكلم؟ وعارف انك انت لو اتكلمت هيحصل ايه؟ رجعت افتكرت او لقيت كتاب اسمه كتاب العبوديه المختاره، كتاب كده اسمه كده. حد هيقول لك هو في ناس بتختار العبودية؟ أيوة. طب ومين اللي هيختار العبودية؟ الراجل اللي هيختار العبودية أو الست بيتسمى المواطن المستقر، المواطن اللي خايف من أي حاجة، يعني ما يلاقيش لقمة العيش بس كده كويس، ما يلاقيش الدواء بس تمام، أصلا أنا لو اتحركت هعمل مشكلة. تعال نشوف بقى الصورة كده. صاحب الفكرة مين؟ صاحب الفكرة كاتب فرنسي اسمه إيتان دو لابوسيه، اسمه كده. ده يا سيدي كان قاضي وشاعر، والراجل ده بيعتبر مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة في فرنسا، وكان أصدقاء ناس كتير منهم الراجل الكاتب البارز ميشيل دي مونتين. هم عاملين له تمثال، هو ده تمثاله، ده صاحب العبودية المختارة والتمثال من الطراز الكلاسيك. في كتابه العبودية المختارة أو العبودية الطوعية ألفه وعمره كان 16 ل 18 سنة. تخيل الشاب ده كان عنده من 16 ل 18 سنة تقريبا وهو بيكتب الكتاب ده. الكلام ده كان سنة 1549، كتب التاريخ بتقول كده. الكتاب اتنشر الأول بشكل سري في سنة 1576 بعد وفاته. ده غلاف الكتاب النسخة العربي، إيتان أو إيتان دو لابوسي العبودية المختارة، تخيل، ترجمة صالح الأشمر عن دار الساقي. ده الكتاب يا حضرات. كتاب العبودية المختارة بيطرح مسألة شرعية الحكام اللي بيسميهم الكاتب هنا أسياد أو طغاة، مهما كانت طريقة وصولهم للسلطة سواء بالقوة أو بالوراثة أو بالانتخاب. أدي صورة المقدمة بتاع الكتاب المترجم للغة العربية، الحل الإنساني لمشكلة السلطة. تطرح العبودية المختارة مسألة شرعية الحكام الذين يسميهم الكاتب أسيادا أو طغاة، مهما كانت طريقة وصولهم إلى السلطة، قوة، وراثة، انتخاب. في موضوع خضوع الشعوب غير المفهوم لشخص واحد لم يكتب يوما بحثا أوثق صلة ولا أكمل من هذا البحث. المقالة كتبها هو فتى في 16 من عمره أو 18، ونشرت هو زي ما قلنا في سنة 1576، ولا تزال محتفظة بالبراهين بتاعتها. الكاتب بيشرح أبعاد العلاقة بين الطاغية المستبد وبين العبيد المحكومين اللي ارتضوا أنهم يكونوا عبيد. الكاتب الحقيقه ما رماش كل المسؤوليه على الحكام المستبدين زي ما احنا بنحب كده. ما هو انت احلى حاجه فيك انك انت ترمي على اللي قدامك، مالكش دعوه بقى، انت زي الفل. بس الاستبدال بتاع الحاكم هو السبب في انك انت عبد، ودي آفه. الراجل ده وجه اصابع الاتهام للجمهور، ليك انت، للعامه اللي رضيوا انهم يعيشوا في هدوء واستكانه ومهانه وذل. وقال ان انتوا السبب اللي خلى الطاغيه يعمل كده،
أو زي ما المثل الشعبي بيقول، قالوا يا فرعون إيش فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني. دي أجزاء الكتاب أهو، وادي الصور منه، تفضل. أما الآن فكل ما أريده أن أفهم كيف أمكن لكثير من الناس والبلدات والمدن والأمم أن تتحمل وطأة الطاغية وحيد لا يملك من القوة إلا ما أعطوه، ولا قدرة له على أذيتهم إلا بقدر ما أرادوا أن يحتملوا منه، ولا يستطيع أن يوقع بهم مكروها إلا لأنهم يفضلون أن يعانوا منه الأمرين على أن يعارضوه. تخيل. لكن أهم ما في الكتاب هو التأسيس للي تقدر تسميه كده المواطن المستقر. المواطن المستقر هنا بيشغله ثلاث حاجات بس: الدين السطحي الحلبسه، لقمه العيش وان كانت في الزباله، وكره القدم. بس المواطن المستقر الثلاثه دول هم عماد حياته. دين ادينا بنصلي ونصوم ومفيش مشاكل نعمل اي حاجه يعني. لقمه عيش ان شاء الله تكون لحم حمير بس طالما في ايدي اوكي. لقمه من الزباله المهم بناكل. ناكل ببصل ومش ادينا عايشين، احسن من غيرنا، احسن من العراق، وكره القدم. طب ايه العلاقه بين الثلاثه دول؟ الكلام اللي قاله اتيان عن المواطن المستقر ده فكرني بصوره مشهوره قوي، وانا قاعد في الاجازه شفتها وسالت نفسي طب ما هو ده المواطن المستقر. انا هوريك الصوره دلوقتي، صوره المواطن اللي قاعد مستقر تماما، هو خايف من اي تغيير، وقاعد في مقبره، قاعد في عشه رديئه لا ينال اي حق من حقوقه، لا سياسي ولا صحي ولا تعليمي، بس المهم ان احنا موجودين. انا هوريك الصوره دي وانت علق عليها براحتك بقى. اللي هي الصوره دي، شايف المواطن ده؟ اما تيجي تشوف الحكايه دي هتلاقي المواطن ده عايش في حته مكان ولا ديكور مسلسل. انا كان ده ديكور يا جماعه، مفيش اي حاجه، حتى انه قاعد على الارض حرفيا. المكان ده لا يقي لحر ولا برد ولا مطر ولا اي حاجه. لكن شوف الراجل معلق صوره عبد الناصر وصوره السيسي، وبين الاتنين خرابه خرابه. الراجل حتى لو بصيت لخارج بيته مش ادمي، دي يعني ما حصلتش عيشة فراخ، إنما هو مستقر. أهو المواطن ده وغيره ملايين بينطبق عليهم الكلام اللي قاله المفكر الفرنسي عن المواطن المستقل المستقر اللي راضي بالعبودية. المواطن المستقر اللي بلده بتغرق ومش لاقي ياكل وعايش في عيشة فراخ زي ما أنت شايف الصورة كده، لكنه كان يمجد في الطاغية ويطبل له وراضي بالعيشة الذل دي طالما في لقمة بتترمي له آخر النهار هو وعياله، طالما في مدرسة بتقوي عياله إن شاء الله يكون على الأرض مش قضية، وحتى لو المدرسة بتديش تعليم مش مشكلة، وحتى لو ابنه خلص وتعلم وخرج من الجامعة مش هيلاقي وظيفة مش قضية، المهم إنه طول وكبر. أو على رأي الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لما كان الحلاق بيتكلم عن نفسه ازاي انه كلوا من مطر السماء وشموس الايام، ولدت كالاف من يولدون بالاف ايام هذا الوجود، ولا حاجه ولا اي حاجه في الدنيا، ومع ذلك الطاغيه اللي هو تسبب في فقره ده وحط صورته. المواطن المستقر اللي عايش 70 سنه والفقر زي يعني حلاوة من أيام عبد الناصر لغاية السيسي، فقر جوع أزمات لا تنتهي، نهب الخيرات البلاد، فسد ولصوص وجعرات بيطلعوا يقعدوا على العرش ويبقوا بني أدمين بعد ما كان الشق في رجليهم يدخل تعبان، وتبقى الهانم والبيه هم أصلا جعانين جعرات وهو قاعد عادي جدا، ده غير القمع والحبس وضياع أرضه. 70 سنة من حكم العسكر من أيام البكباشي عبد الناصر لغاية المشير عبد الفتاح السيسي، ومصر مش بتشوفش غير كوارث أزمات
في أزمات في أزمات. شوف كده الجراف ده، كيف ضاع المواطن المستقر بين البكباشي والمشير. عبد الناصر انقلب على الرئيس محمد نجيب في الحكم، السيسي انقلب على الرئيس محمد مرسي واعتقله، ده اعتقل محمد نجيب وده اعتقل محمد مرسي. في القمع عبد الناصر اعتقل آلاف، ما بين بقى إسلاميين وشيوعيين ويساريين وبلا ملة. المعلم نفس القصة، اعتقل آلاف وحاكمهم عسكريا. الفقر، نشر الفقر في ربوع مصر، المعلم قضى على الطبقة المتوسطة وزادت نسبة الفقر. المحسوبية، عبد الناصر بناته وأزواجه في رئاسة الجمهورية، المحسوبية بتاعت المعلم، ولاده بقى اللي في المخابرات واللي في الرقابة الإدارية. التعليم، عبد الناصر همش التعليم والعلماء، المعلم ده بقى التعليم في عزه، ده جاب له وزير تعليم مزور. الأمن القومي، عبد الناصر أضاع سيناء وتهزم في ثلاث حروب. السيسي فرط في جزيرة تيران وصنافير، وطبعا الحكمة انتوا عارفينها، وحق مصر في النيل. الممتلكات، المعلم ده صادر أراضي المواطنين، المعلم ده هدم المنازل وهجر آلاف المواطنين، ده غير أنه صادر شركاتهم، والمعلم ده برضو صادر شركات. الإنجازات بقى، عبد الناصر أول من خدع الشعب بالوهم، زي صواريخ الظافر والقاهر وهنطلع على القمر وهنروح اسكندرية في تلت ساعة، المعلم خدعهم بجهاز الكفتة وصرف مليارات على مشاريع للوجاهة بس. الحريات، ده اشترى زمام الصحفيين والكتاب للدفاع عن فساده وظلمه، لدرجة ان كاتب كبير قالوا لا خلي الرقابة احسن موجودة. هنا الحريات طبعا اصبحت كل الصحف والفضائيات تنطق بلسانه. سبحان الله، ماشي بالمسطرة على خطة عبد الناصر، فيش فرق بينهم، حتى في مطالبات الشعب بالصبر على الجوع والحرمان، الاثنين عملوا نفس القصة، الاثنين برضو جم ركبوا وقال لك اصبروا شوية، مش ضروري ناكل لحمة، هندور على البطاطس، ولا هندور على البطاطس، هندور على البطاطس، وهو يروح يعمل بطاطس، مصنع بطاطس شرق صوابع، بس انت ما تدورش على البطاطس. ده حتى نفس الكلمة بتاعت نبني بلدنا، عايزين تاكلوا لحمة ولا تبني، والتاني يقول لك هندور على البطاطس ولا نبني بلدنا، تلاقي يا دوب اتنقلت من ده، نفس القصة، بيردد نفس الكلام. أهم حاجة يا مواطن إنك أنت تبني بلادك وتحس إنك أنت مواطن مستقر. شوف الاتنين وحصل إيه بقى؟ لا عبد الناصر بنى ولا المعلم بنى، بل إن السيسي هدم المصانع اللي عملها عبد الناصر وباعها، فكها خردة. مش بس كده، أهو عبد الناصر اللي كان المواطن المستقر بيهتف له ويقول له يحيى زعيم الأمة ويعيش الزعيم عبد الناصر، هو اللي ضيع البلد ووداها في داهية. عبد الناصر اللي دخل مصر في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، زي ما حصل في اليمن، برضه عبد الفتاح السيسي ماشي على نفس الخطوة وعايز يعيش الوهم أو المواطن في وهم دلوقتي إنه رايح الصومال، وإنه مش هيسمح لحد يهدد أمن مصر واستقرارها. لا ما هو على فكرة، معلش يعني ما في حاجة جعير غلطان فيها، ما هم جربوا مصر قبل كده في السد ونفعت، ما حدش جرب مصر دي، انت قلتها قبل كده في السد، هو انت ناسي؟ وقلتها قبل كده ومشيت عادي، أثيوبيا كملت السد عادي، يعني ما حدش جرب مصر. طب ما هم جربوا، أثيوبيا جربت ومشيت عادي جدا. المواطن ده مش واخد باله ان صبره، أما بتكلم عن المواطن إياه اللي انا قلته لك في الصورة ده، المواطن ده مش واخد باله انه صبره وسكوته هيخلي العيشة دي تهد عليه من غير ما ياخد تعويض، مش حاجة تحصل يعني، الهدد ماشي في بر مصر كلها وهيجيله، زي الناس بتوع محور عمرو بن العاص، ومفيش تعويض، حتى التعويضات هيتبهدلوا عليها. بتقول له يا ريس يا ريس، هو الجعير هو اللي هد يا مدام، محدش هد من وراه، ما كانش نايم وطلعوا هدوا فلوس بيوتكم في عمرو بن العاص، ما خدوش تعويض. ده مش بس هم دول بس، ده في راس الحكمه الناس اللي اتزالت محلاتهم وبيوتهم نفس القصه. اتفضل. وطبعا اللي حصل في جزيره الوراق انت قاعد على الاعلم بيه وادرى. شوف كده اهالي جزيره الوراق، دايما الطغاه ما عندهمش غير ابيض او اسود بس،
هو التركيبة الطاغية كده، الحكم الشمولي كده، يا معايا يا ضدي، يا أبيض يا أسود، ولازم يكونوا جهلة. حتى المقابر بتاعت المواطن المستقر، حتى المقابر اللي فيها ميتين أهله، هيوصل المحرم إنه يهدها ويترمي عظمهم في الشارع، ويبقى لا عاش عيشة البني آدمين حافظ كرامته ولا حتى احترم جسده في التربة. محافظة القاهرة بتعمل باركينج على مكان قبر ابن خلدون والمقريزي. ادي الموقع دراجة اهو. فكرة انشاء موقف سيارات في منطقة تاريخية كانت تضم مقبرة ابن خلدون والمقريزي، فضلا عن رموز اخرى مثل ابن هشام النحوي وتقي الدين السبكي وغيرهم كثيرين. تبدو فكرة عبثية لا يمكن التفكير فيها إلا في دولة تعاني من الجهل بقيمة التراث وطرق التعامل معه. ولسه المواطن المستقر قاعد في العيشة دي، اديها له يا عم، وريله العيشة يا بيبو، لسه قاعد في العيشة دي، لسه حاطط الصورة، لسه بيهتف بحماس، لسه هادي مستكين مستقر ومنتظر حل إلهي بدعوة إن مصر محفوظة، ربنا حافظ مصر ومفيش أي حاجة تضر مصر، وخايف يعمل ثورة، خايف يعمل ثورة، عايز حد يطلع يعمل له ثورة، بس هو قاعد كده. والنبي معلش اطلع اعمل لي ثورة، أصل أنا مستني المسلسل لما أشوف بس هترسل أحداث على إيه، أو اطلع اعمل لي ثورة إن أنا النهاردة ماتش النهائي ما بين برشلونة أو بايرن ميونخ أو برشلونة وريال مدريد أو الأهلي والزمالك، اطلع حل لي مشكلة الدولار اللي عايزينه يبقى بجنيه، اطلع خلص لي الكهرباء والسلع وتبقى ببلاش والأسعار تنزل 100% والفساد يخلص والفسدة واللصوص يتحاسبوا، كل ده هو عايزه وهو قاعد زي ما انت شايف كده، قاعد جوه العشة هادي وديع مستكين. بس أنا أحب أقول لك إنه مش هيحصل أي حاجة حضرة المواطن المستقر، لأنه السيسي والحاشية بتاعته والقلاضيش مش شايفينك أصلا ولا حاسين بيك. لا مش بس كده، دول بيستهزئوا بيك، بيسخروا منك في كل حاجة، من اللقمة اللي بتاكلها بيسخروا منك حتى في مرضك، زي ما عمل المذيع بتاعهم خير رمضان اللي هو بيذيع من التلفزيون الرسمي للدولة، واللي طالع انت بتدفع له مرتبه، انت طالع من التلفزيون ده يقول لك المواطنين استهلكوا أدوية ب 88 مليار جنيه في 6 شهور. هتفضل يا خيري صغير قد كده، مهما تقص شعرك تلبس تقلع هتفضل خدام، هتفضل رخيص بنفسية رخيصة، والله هتفضل تابع ومش تابع عادي. أصل في بعض الأتباع عندهم كرامة، لا ده ما عندوش خالص. أنا أفكرك ده هو المواطن نفسه المذيع ده اللي عايرك بالبطاطين اللي جاية شحاتة من دولة عربية، أفكرك كده، أفكرك بالفيديو ده. هترخيص قوي، أنت رخيص قوي، أنت رخيص قوي يا خيري. المواطن المستقر البهاود اللي خير رمضان بيستهزأ بيه ويقول إزاي بيصرف كل المليارات دي على العلاج، ما بقاش لاقي حتى الدواء، ومنهم أدوية حيوية جدا مش موجودة زي الأنسولين مثلا، ده بتاع السكر. أنا ما قلتش الكلام ده عشان ما حدش يطلع يقولها غير صحيح، ده موقع قناة الحرة الأمريكي. ما يحدث مهين، قصص مؤثرة وسط أزمة الأنسولين في مصر، قناة الحرة 5 سبتمبر. لماذا أتعاقب على مرضي؟ تساؤل بدأ به محمد عبد الدايم حديثه لموقع الحرة، والذي حكى فيه معاناته مع رحلة الوصول للأنسولين في مصر، ما سبب له مضاعفات صحية كادت أن تودي بحياته. واستكمل عبد الدايم حكايته قائلا: دخلت في غيبوبة السكر وكدت أفقد حياتي بسبب وقوفي 5 ساعات يوميا 3 أيام في درجات حرارة شديدة الارتفاع. مواطن مستقر يا أخي، ده حتى أدوية البرد الغسول بتاع المضمضة ما بقاش موجود، والناس بتدوخ ال7 دخات عشان تلاقيها زي ما بتقول المواطنة دي. اسم الخلل حاصل منين؟ مدام
خلي انت عارفاه حاصل، لان في لصوص ماسكين البلد وبيهربوا الادويه دي بره. استاذه ده في لصوص كبير من العسكر مودين الادويه دي جنبنا، ده في الكويت، ادويتنا موجوده في الكويت وفعاله جدا وسمعتها كويسه في الكويت. مش عارفه الخلل فين؟ ان البلد ماسكها جعر وان في حراميه شغالين وراه. الاهانه مش بس في الدواء، ده حتى في الاكل، في السكر اللي طلع مدبول يعاير المصريين انهم اكتر ناس في العالم بيستهلكوا سكر. راح طلع صفحه ما تصدقش قالت له دكتور مصطفى مدبولي قال المواطن المصري من اكثر معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم. قالت له غير صحيح. تخيل السكر اللي هو كان ب 3 جنيه و4 جنيه اللي بقى مش عارف بكام دلوقتي، بيقول لك انتوا اكتر ناس تستهلكوا سكر، انتوا اكتر ناس تستهلكوا ادويه، انتوا اكتر ناس تستهلكوا بطاطين. المواطن المستقر اللي بيتعاير بالدواء وكيس السكر خدوا منه لقمته ولقمه عياله من بقه، زي ما حصل مع ملايين، مع ملايين. السيسي وحكومته حذفوهم من بطاقه التموين، واخرهم 300 الف مواطن. اتفضل. حذف 300 الف، ايقاف الخدمه عن 300 الف بطاقه تموينيه بسبب سرقه الكهرباء، او حتى دفعوه غرامه لما يركب المترو الانفاق اللي هو دافع تذكرته من جيبه ومن لحم الحي، وتذكره المترو بقت ب 20 جنيه. لو رحت بقى تهرب من حر فوق وتنزل تقعد في المحطه تحت في التكييف، هتعدي ساعتين هتدفع غرامه. عارف الغرامه كام؟ 50 جنيه. يعني انت لو قعدت ساعتين في محطة المترو تحت لله شيء، أول مرة في حياتي أسمع عن القانون ده. اسمع الخبر أهو، 50 جنيه غرامة الانتظار لمدة ساعتين داخل المحطة. أنا الخبر ده يا جماعة مجنني، بأنهي قانون؟ أنا أفهم إنك لو دخلت سرقة المحطة تدفع غرامة، لو فاتت عليك محطات أقل أو أكتر وأنت دافع أقل تدفع غرامة، لو عملت مشكلة تدفع غرامة، لو بعت في المترو مناديل وحاجات مش عارف ايه تدفع غرامة. انما تقعد في المترو تحت اكتر من ساعتين تدفع غرامة 50 جنيه، دي غريبة جدا، دي غريبة جدا. السؤال بقى اللي مجنني انا، هو مين اللي هيعرف ان انا قعدت ساعتين او نص ساعة؟ يعني انا قاعد دلوقتي في المترو كده بقالي دلوقتي 30 دقيقة، مين عارف ان انا قعدت 30 دقيقة او نص ساعة او ساعتين او 10 ساعات؟ مين؟ ده معناه بقى ان الباب هيتفتح على البحري للمخبرين اللي قاعدين في مترو الانفاق، عشان يجي يقول لك تعالى معايا بطاقتك، انت قاعد اكتر من ساعتين، واثبت انت بقى، اثبت انت انك انت ورحمة خالي حسن انا ما قعدت غير 30 دقيقة، اثبت بقى، دور بقى على اللي يثبت لك القصة دي. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها هتبقى الغرامات عشوائي كده، هو فتح الباب ليلم فلوسه بس. اولا ده مش قانون، انا قاطع تذكره وقعدت في المترو انا حر، مش هركب ده ولا اللي بعد ولا اللي بعد، انا حران فوق يا راجل وقعدت قاطع تذكره وقاعد، ايه الضرر اني قاعد تحت؟ ثم مين هيعرف ان انا قعدت ساعتين او 3 ساعات او لسه جاي دلوقتي؟ تخيل، شوف المهانة وصلت لفين. وكمان لو اتأخر ومش قادر يدفع، تيجي حملة من شركة الكهرباء في عز الليل تقطع عليه الكهرباء هو وعياله. أنا اللي لافت نظري في الفيديو ده وأنا عمال أتفرج عليه في الأجازة، إن المواطن زلط مالط أصلا، يعني ما عندوش حاجة خالص. المواطن يا جماعة غندي، مع احترامنا الغندي، وده المواطن مالط، والشقة على قد الحال. اللي لافت نظري كمان الحملة اللي جاية عليه، شوف كم موظف. وسألت نفسي سؤال، الموظفين دول بتوع شركة الكهرباء هل عندهم الضبطية القضائية كده يخشوا على بيوت الناس بالليل ويقطعوا الكهرباء؟ لا، وفي سؤال تاني أهم، هو في موظف في الكهرباء بيشتغل بالليل؟ يعني الموظفين دول بياخدوا إيه بقى، مرتبات إيه؟ أنا فاهم الموظف بتاع الكهرباء ده بيشتغل من الساعة 8 لحد الساعة 3 مثلاً، إلا إذا كان عنده نبطشية في محطة الكهرباء، ده موضوع تاني. إنما مواطن بقى، موظف يروح يقطع الكهرباء عن مواطن، ده معناه إنه شغال بليل. فدول بينزلوا من 12 للصبح مثلا دوريات. لا، وبيقول للست صاحبة البيت المدام، بيقول لها اصبري أنا بس هفهمك، يعني هجي نقطع الكهرباء.
الكهرباء دي بقى اللي هو رفع فواتيرها 3 أضعاف، ما بقاش يقدر عليها غير تجار المخدرات أو تجار الآثار زي ما بيقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع. بيقول إيه بقى؟ بيقول فواتير الكهرباء غير منطقية وغير مقبولة. إحنا مش حرامية ندفع 3 أضعاف زيادة عن متوسط الاستهلاك مرة واحدة. مين في مصر ممكن دخله يسمح بده غير تجار المخدرات والآثار؟ لو وزارة الكهرباء ناوية تمول خسائرها من جيوب المواطن فلابد أن تتوقع عزوفاً وتخلفاً واسعاً عن السداد. معلش يا أستاذ مدحت، بس هو السيسي قالها لكم، هو أنت مش مركز يا مدحت بيه؟ السيسي قال لك أقدر ما أقطعش الكهرباء 24، أقدر ما أقدرش بس أرفعها لك 3 أضعاف، وأنت وافقت عشان أنت مواطن مستقر. شوف بقى حتى وانت مواطن مستقر وقاعد كده، بص البوليس ممكن يعمل معاك ايه؟ في رواية اسمها 1984 كان بطل الرواية اسمه سميث، حاجة سميث، أنا مش فاكر ايه اسمه الأول. سميث ده كانت مهمته ايه؟ كان مواطن مستقر جدا في البلد الطغيان دي، كانت مهمته انه يزور الإنجازات. على ما أنا متذكر الرواية يعني يقعد يكتب حاجات مزورة زي مثلا الناس كلها سعداء، زي كده انه في حقوق انسان. تخيل ان اللي كتبه الراجل في الروايه ده حقيقي او بيحصل في مصر. الروايه دي 1984، وينستون سميث، برافو عليك يا بيه. الراجل ده كانت مهمته في الروايه دي انه يزور موظف، مهمته انه يزور لو الناس تعبانه وقرفانه الناس سعيده وجميله. لو البوليس دخل سرق شقتك انت عندك حقوق انسان ما حصلتش في أي حتة في العالم. اللي كتبه جورج أورويل في رواية 84 أقسم بالله بيحصل في مصر. أنت شفت المواطن دخلوا بيته سرقوا ذهب وقلبوا له التلاجة وكسروا له الباب، بس عندنا في مصر مؤتمر عن حقوق الإنسان. ده اللي كتبه جمال عيد بقى، اطلع بالأستاذ جمال عيد. صدق أو لا تصدق أنت حر. بعد بكرة الاثنين 9 سبتمبر هيحصل إيه؟ سيعقد المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية. ده بجد؟ هيكون فين؟ أيوة بجد، وهيعقد في القاهرة. وهيعملوا إيه؟ هيتم استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان بالتوفيق في القمع. هو ده يا أستاذ جمال عيد، يا جمال بعيد، هو ده. وينستون سميث كان بيعمل كده في الرواية، مؤكد أستاذ جمال عيد قراها. كانت مهمته إنه يقعد يزور. فإحنا نخش على المواطن بتاع الجيزة ويترمي عيني قدام عينيه، ياخدوا مراته جوه الاوضه قدامه اكتر من ساعه ما يعرفش بيعملوا فيها ايه. الراجل يصل بيه الامر الى انه ينتحر، يرمي نفسه من فوق البلكونه وتطلع الداخليه تنفي. ما تردد الحادثه اللي من كام يوم بتاع الراجل اللي هو اتهموه بانه قال ايه، نصب على واحده فراحت له قوه من اسم قصر النيل. انا هتجنن اللي دلوقتي الراجل في فيصل او في الهرم، ايه علاقة اسم قصر النيل بالموضوع؟ ده مالهمش أي علاقة ببعض، ده مش بس مالهمش أي علاقة بقى، ده دي مديرية ودي مديرية، مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة، وده منطقة ودي منطقة. بس في الآخر قال لك أصل هو رمى نفسه عشان يهرب من البوليس. وهيعقد مؤتمر لحقوق الإنسان وتجربة وزارة الداخلية المصرية في حقوق الإنسان. والراجل ده بيته اتسرق وعفشه اتسرق والذهب اتسرق وفلوس ولابتوب وتليفون، بس هنعمل مؤتمر. هو ده اللي كان بيعمله وينستون سميث في رواية 84. دي أزمة المواطن المستقر اللي راضي بالسيسي، زي ما اتكلم عنه الروائي الدكتور علاء الأسواني في مقال لي على الدوتش فيلا، وكتب قال وكان نشره من كام سنة، بيقول في أزمة المواطن المستقر، المجتمع الذي يسقط في قبضة الديكتاتورية تنشأ فيه أجيال لا تحتاج إلى الحرية لأنها لم تعرفها قط. هذه الأجيال ستفاجأ بالثورة ولن تفهمها، وغالبا ما تتخذ منها موقفا عدائيا. المواطن المستقر يحتاج إلى بطل، ليس فقط لأنه ضعيف، ولكن لأن البطل سيعفيه من الاهتمام بالشأن العام. إنه يحتاج إلى أب حتى لو كان فاسدا وظالما، ليمسك بزمام الدولة حتى يتفرغ هو لمشروع حياته. المواطن المستقر هو الذي قال أننا نحتاج في مصر إلى حاكم عسكري حتى يشكمنا لأننا
شعب لا تصلح معه إلا الشدة. المواطن المستقر بعد أن لعن الثورة ورقص في الشوارع احتفالا بتولي السيسي للحكم سرعان ما وجد نفسه في أزمة، فالغلاء يتزايد والمياه تنقطع والكهرباء تتضاعف أسعارها وامتحانات السنة العامة تتسرب. إن مشروع حياته أصبح مهدد. هو الآن غاضب من السيسي، لكنه غضب مرتبط فقط بصعوبات الحياة اليومية. إذا استطاع السيسي إنه يجد حلول للحاجات دي، المواطن المستقر هيحبه من جديد وسيوافق على أي إجراءات قمعية يتخذها وقد يهلل لها. ده المواطن المستقر، ده المواطن المستقر المسالم المهاود اللي راضي بحاله زي ما انت شفت كده في الصورة من 70 سنة. 70 سنة الراجل اللي في الصورة ده سنه 70 سنة تقريبا، وهو صغير كان عنده أحلام لحد ما جاله البطل اللي دلوقتي يبقى على شماله أو على يمينه دلوقتي، عبد الناصر. الراجل ده ربنا يديه العمر، فضل عايش يتفرج على البلد وهي بتقع 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 لحد ما جاله المشير، بس هو عايش صابر، اختار العبودية لأنه مش قادر يدفع الثمن، ثمن إسقاط النظام ده، ثمن انتزاع الحرية، مش قادر يشيل الفاتورة بتاعتها. وقدام المواطن المستقر ده في شعوب كتيرة في العالم دفعت الثمن واتبهدلت وحفرت في الصخر عشان تعمل نفسها بلد وكرامة، زي اليابان. انت تعرف اليابان دفع الثمن قد ايه؟ بس انا عايز اقولك على حاجة بقى، انت متخيل ان اليابان قبل ما تغير تاريخها ده دفعت اثمان لمدة 250 سنة. 250 سنة واليابانيين بيدفعوا الثمن غالي جدا، لحد ما جاء واحد اسمه مايجي. مايجي ده امبراطور. لما جاء الراجل ده الدنيا بدأت تتغير ودفعوا الثمن بتاع التغيير، بس كان أقل. وكان في حاجة في الثمن الأخير، إن الأجيال اللي بعد كده كسبت وبقت اليابان. تخيل قعدوا 250 سنة. دور ورايا دور ورايا دور ورايا على الكلام اللي أنا بقول لك ده. واحد اسمه توكا أو توكا جاوا، ده كان إمبراطور جاب القوة، مش إمبراطور، كان عسكري قتل زميله وخد الحكم وأسس للطبقات في اليابان، فبقت في طبقة الإمبراطور ودي دماؤه من الآلهة، وطبقة النبلاء اللي هو منهم الراجل ده، وطبقة الجماعة المحاربين اليابانيين دول اللي هم اسمهم ليهم اسم كده، وبعدين طبقة الفلاحين، وبعدين طبقة التجار. تخيل، وبعد كده المنبوذين. تخيل الطبقات دي 250 سنة ممنوع ممنوع من الفلاحين حد يركب حصان، من التجار حد يركب حصان، تخيل ممنوع حد يتجوز من طبقة تانية 250 سنة، مش عادي يعني. تخيل ما حدش يغتني خالص، وتخيل الامبراطور ما كانش بيحكم، اللي بيحكم هم أسرة الراجل ده اللي هو الراجل اللي اسمه تاكو جاوا ده، هو ده 250 سنة. تخيل ان هم عزلوا اليابان عن العالم كله 250 سنة، واليابانيين بيعيشوا عبودية صعب احكي لك عليها اهو. فقد كانت اولى الخطوات العلمية انهاء حكم اسرة تاكو جاوا لتنتهي شبه 250 سنة. عيب عليك، ما تراجعنيش بقى في تاريخ اليابان. لحد ما يجي امبراطور اسمه مايجي، وشوف الامبراطور ده اللي قال لهم ابن بلدكم ولا الكلام الهقص اللي بيقوله الجعر. الراجل اهتم بالتعليم. تخيل 250 سنة مفيش قضاء في اليابان. 250 يعني لما واحد من المحاربين اسمه مين، المحاربين بتوع اليابان اللي هم بينتحروا دول في الاخر، دول الساموراي. تخيل واحد من الساموراي لو قتل واحد من الفلاحين ما يتحكمش. تخيل لو واحد من الساموراي قتل واحد من التجار، طبقة التجار، ما يتحكمش، ما فيش ولا يدفع دية. عاشوا 250 سنة. تخيل ان انا لو من الساموراي وعجبتني واحدة
متجوزة متطلقة مش متجوزة، من أي طبقة تانية تحت مني أخدها كده. تخيل الفلاحين كانوا بيبيعوا أولادهم وبناتهم للدعارة عشان مش عارفين يعيشوا. أنت أهو طبقة الساموراي يعني. تخيل عاشوا 250 سنة بيدفعوا الفواتير دي، 250 سنة، قرنين ونصف، وبقت اليابان بعد كده، بقت اليابان. الفاتورة اللي أنت خايف تدفعها في كام يوم أو كام شهر بتدفعها بس بالمقطع بالأجزاء كده طول ما أنت عايش. لو كنت اتحركت من 10 سنين، من 5 سنين، كنت الفاتورة خلصت. إنما أنت فضلت قاعد مستني الفرج، مستني السماء تمطر ذهب أو فضة، لازم تدفع فاتورة. مع إن أي حاجة بالثورة هتدفعها، ملكش كرامة هتدفعها، هتدفع الفاتورة سواء عملت ثورة أو ما عملتش، هتدفعها وبتدفعها دلوقتي. بس للأسف بقى أنت بتدفع دلوقتي من كرامتك، من لقمتك، من دواك، من كرامتك. أي شعب عايز يعيش بكرامة لا يمكن يكون أبدا يسيب الحاكم بتاعه يعمل اللي هو عايزه على مزاجه. لازم يتحاكم، لازم يتحاسب، لازم يتسأل، زي ما عمل عامل بسيط مع رئيس وزراء كندا من كام يوم كده. اسمع بيقول له ايه ده الفرق، وكندا ما كانتش كده، ولا اليابان كانت كده، ولا ألمانيا كانت كده. إذا كنت أنت كنت بتعاني من الدكتاتورية أو بتعاني منها دلوقتي، اليابان عانت منها، وكانوا معتقدين أن الإمبراطور بتاعهم جاي من السماء، من الآلهة إيزاناكي وإذا وزيانكي، حاجة كده، إيزاناما وإيزاناكا، الإلهين دول اتجوزوا بعض. بس الإلهة إيزانامي ماتت وهي بتولد إله النار، وإيزاناكي راح اشتاق لها، راح لها الأرض التانية، أرض الموت، أرض الليل، عشان يشوفها. وبعدين رجع وهو بيغسل وشه وإيديه من تراب أرض الليل أو أرض الموت، نزل منه 3 آلهة، منهم إله الشمس اللي تسمت اليابان باسمها ينبوع الشمس. نزل الإله ده، ومن الإله ده جم الإمبراطوريين، الإمبراطور. تخيل، يعني جاي من نسل الآلهة. وعاش اليابانيين على القصة دي آلاف سنين، لحد ما في لحظة معينة يطلع الإمبراطور هيروهيتو على ظهر مدمرة أمريكية، يمضي وقائع الذل والتنازل، ويطلع يقول للشعب لأول مرة في تاريخ اليابان: أنا إنسان عادي، أنا مش من الناس الآلهة، بس عندنا واحد جعر بيقول للناس ففهمناها سليمان. إمبراطور من الثقافة التقليدية، اللي اليابانيين بيعتقدوا أنه هو إله من الناس الآلهة. عشان كده في اليابان ممنوع تبص في عين الإله الإمبراطور، لأنه وهج الشمس هيأذي عينيك، ودي ما يسمعها عقيدة الشينتو. تخيل عاشوا آلاف السنين على كده، يجي هيروهيتو يقول لهم أنا إنسان عادي، بس عندنا واحد جعر كان شاري بوكسر بتاعه من العتبة، من العيال الصعايدة اللي عارفين قدام العتبة، قدام ويلسون بتاع الايس كريم اللي في العتبه تحت عمارة تريننج كده. تخيل ده جاي يقول لهم ففهمناها سليمان. الخلاصه يا حضرات، ده الفرق بين المواطن المستقر والمواطن الحقيقي، بين المواطن اللي عايز حل الهي ينقذه، او اهو بيمضي، اهو ادي الامبراطور اهو بيمضي وقائع الاستسلام بتاع اليابان. لا، واللي موجود ايه؟ مش رئيس امريكا خالص، ولا دبلوماسيين، ولا أي حاجة، دوشات عساكر على ظهر المدمرة، وبيمضي بقى لها 75 سنة. ده كان إمتى ده؟ ده في 2020، يعني دلوقتي بقى 30 سنة تقريبا. ورجع لهم أنا بني آدم مش إله ولا حاجة. عندنا جعير كان حافي سليل حفاة، ويقول لك أنا ربنا خلقني كده، أفهم الفولة وهي طايرة فلبس البلد في الحيطة. بس ما تلومش عليه، لأنه هو ما يتحملش كل الذنب. لوم على المواطن اللي عايز ثورة كده تكاوي، عايز حل إلهي ينزل ينشله، ربنا مش هيضيعنا، ومحدش بيبات من غير جوع،
هو ده اللي بيدفع الثمن. ده بقى بيدفع ثمن على عمره كله. لكن في مواطن تاني بيدفع ثمن حريته وبيحافظ عليها بإيده وسنانه. ده الفرق بين المواطن في دولة محترمة والمواطن المستقر. أشوفك بعد الفاصل. عندما تفشل الأنظمة، بس الأول خليني أشكر الناس اللي على اليوتيوب والله اللي على القناة، يعني الله يسلمكم جميعا وما نتحرمش منكم أبدا، ومن وجودكم على الشاشات مكملين، أو هي شاشة مكملين قصدي، وسعداء والله إن إحنا رجعنا لكم وإن أنتم معانا. خليني نبدأ عشان عندنا موضوع مهم في آخر الحلقة، في ضيوف كتير، فعشان كده لازم نجري شوية. لما بتفشل الأنظمة بتدور عن خطة للهروب. على فكرة وده كان في التاريخ، يعني هو سيسي ما بيعملش حاجة جديدة أصلا خالص، يعني نفس الكذب هو بتاع التاريخ. يعني مثلا لما البابا بتاع روما لقى النبلاء بياكلوا في بعض في أوروبا والموارد قلت وحروب كتيرة جدا، يعمل ايه؟ راح بعتهم على أرض الصليب، أرض المسيح، بعتهم على الشرق الأوسط عشان يعني بيدوروا على فرص جديدة ويحلوا مشاكلهم مع بعض بقى هناك، وحصلت الحروب الصليبية. قصة قديمة جدا. عندما تفشل كحاكم فاشل دور انقل المعركة بره. السيسي بيعمل نفس القصة في سلسلة امتحانات فشل فيها سياسيا واقتصاديا وعسكريا. السيسي فشل وبيقود البلاد إلى حافة الهوية، فما فيش قدامه إلا استهلاك الوقت، ما فيش قدامه غير أنه يشتغل الناس، ما فيش قدامه غير إعادة إنتاج الوهم ويخلق قضايا تافهة تلهي الناس عن القضايا الحقيقية. لكن أزمات السيسي مش مع الشعب بس، لا، أزماته في اللي بيحصل على الحدود، أزماته في مية النيل كمان، لكن كمان أزمته الأخطر هي مع قيادات الجيش. في كتاب اسمه مصر في عهد السيسي، أمة على حافة الهوية، لكاتب اسمه ماجد مندور، بيشرح الكاتب إزاي السيسي بيحاول يستعيد حالة عبد الناصر العسكرية أو الناصرية في أبشع صورها. أدي الكتاب أهو باللغة الإنجليزية، The Egypt Under The السيسي، ماجد مندور. حلو قوي الغلاف، قوي فكرة انه يكني سيكنس تحت السجادة. الكتاب اتعمل عنه تقارير كتير جدا، خلينا نشوف التقرير ده عن او جزء من اللي عمله الموقع ده. النظام العسكري حاول او يحاول استعادة جوانب من العسكرة الناصرية بشكل شمولي مع تركيز اقل على العدالة الاجتماعية والمناهضة للإمبريالية، إذ ينظر الاختلافات على أنها تهديد للوحدة الوطنية ويتجنب النظام البرلماني الديمقراطي. ويرى مندور أن النظام الحالي يقتبس من الناصرية مفهوم الوحدة العضوية للجماهير وانسجامها الطبيعي. سمح المفهوم السابق لنظام السيسي الجديد بتأطير المعارضة على أن أي معارضة هي خيانة تغذيها قوى أجنبية بهدف تعطيل هذا الانسجام الطبيعي، أو ما يسمح للنظام بحشد الشعب أو الحشد الشعبي للدعم بتاعه. يعني القمع في نظام السيسي لم يكن مقتصرا على الأجهزة الأمنية فقط، بل شمل مشاركة شعبية في الفترة الأخيرة. من القمع قتل أكثر من 1000 شخص، ولم يكن ذلك بدون تفويض شعبي، إذ أطلقت هيومن رايتس ووتش حينها سنة 14 اسم عام الانتهاكات الذي خسرت فيه مصر المكتسبات الحقوقية بعد ثورة 11. الهدف كان استعادة فكرة الاستقرار والحياة الطبيعية، ولكنه أدى أيضا إلى قمع جميع الأصوات المعارضة وإغلاق المجال العام لتصبح مصر تحت حكم عسكري مباشر من المجلس العسكري. لكن في ظل حالة العسكرة كان لازم مع السنوات لغة المصالح تختلف، وهنا بتأتي الحكمة اللي بتقول حينما تجد الفتوة الذي تستعين به على تثبيت حكمك بيبص للكرسي بتاعك
ويخبرك يوما ما أنه يتمنى تجربة الجلوس على هذا الكرسي. الفتوات دول بقى السيسي أطاح ببعضهم في تغييرات منتصف الليل، وطير رئيس الأركان أسامة عسكر في ذكرى الانقلاب زي ما أنا حكيت لكم هنا في حلقة سابقة في 3 يوليو. إقطاعية عسكرية بامتياز، واللي يزعل يزعل واللي يتضايق يتضايق واللي يشتم يشتم، آراء شخصية، بس هي بلد عسكرية بالإقطاعات. عارف الإقطاعات عزب يعني. إحنا قدام مشهد مثير بامتياز بيطرح سؤال مهم جدا، هل اللي حصل ده مجرد تغييرات عسكرية روتينية ولا انقلاب عسكري؟ السؤال الثاني، هل سيادة المجلس العسكري في مصر وافق على الكلام الفارغ ده؟ وإيش شواهد إن في قلق داخل الجيش؟ لكن الحقيقة عندنا شواهد كثيرة قوي إن المجلس كان آخر من يعلم أو ما يعرفش حاجة، لا وافق ولا أي حاجة. وفي ناس بتقول إن في قلق في الجيش وإن الجيش رافض اللي بيحصل ده. طب إيش شواهد على كده؟ الشواهد على كده إن عبد المجيد صقر جاي من خارج المؤسسة العسكرية، كان جاي بالبيجامة يعني، كان محافظ للسويس، وفجأة نط كده إلى منصب وزير الدفاع مرة واحدة، وده معناه ببساطة إهانة لقيادات الجيش اللي في الشغل دلوقتي. كان اسمه وجود أهو وزير تنمية محلية. الشاهد الثالث إن عبد المجيد صقر أهو زي بقول لك أهو كان مرشح، معلش هاتها كده، كان مرشح وزير تنمية محلية أهو، كان موجود اسمه في كل القوائم إنه وزير تنمية محلية، ومش كاتبين حتى رتبته العسكرية إنه اللواء. وهوب يا معلم الراجل هو طالع من البيت ويا دوب خد فردة الجزمة التانية من غير الشراب لقى نفسه وزير دفاع، وطلعت الصحف والإعلاميين يهنوه بوزارة التنمية المحلية، وده يقول لك إنه كان في ارتباك أو كانت معمولة للضحك على قيادات الجيش وخداعهم. يعني ينزل اسم الراجل وزير تنمية محلية فقيادات الجيش في الكونشيز، ما تسألنيش الكونشيز ايه، وبعدين فجأة يجي هوب طالع الراجل وزير دفاع. يعني حتى الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي كان بتتعامل يعني محمد زكي قاعد. الشاهد الخامس هو محاولة تبرير قرار الإطاحة بوزير الدفاع ورئيس الأركان، فخرج على طول مصطفى أبو البكاري يقول لك أصل زكي هو اللي اعتذر عن المنصب. لكن اللي حصل القصة ما خلصتش على كده، وشفنا ازاي حصل من قيادات الجيش او اللي حصل منهم لما وافقوا او وقفوا عشان شركاتهم ما تتبعش، زي ما قال تقرير الكاتب يزيد صايغ عن موضوعات شركات الجيش والوقوف امام رغبات صندوق السيادي ان الشركات دي تطرح. هنشوف مركز كارنيجي قال اهو ينظر إلى السيسي عن حق باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عينه رئيسا لصندوق مصر السيادي يظهر أنه ليس كلي القدرة. نشوف كده في الثلاثة سلايدز دول السيسي وصدامه مع بيزنس الجيش. بيزنس الجيش ده اللي عامله مصر النهاردة، وده نقلا عن الكاتب أو الباحث يزيد صايغ مركز كارنيجي للشرق الأوسط. بيزنس الجيش يكشف صراع السيسي مع الجنرالات ثلاث ملفات تسببت في تصاعد الصراع بين السيسي والجيش. أولا الملف الأول اللي حصل صدام شراكة الجيش، 2 قناة السويس، 3 تهجير أهالي غزة. دول الثلاث ملفات اللي حصل صدام بين السيسي وبين قيادات الجيش. أولا في شركات الجيش، في سنة 2016 السيسي بيناقش طرح شركة الصلب والأسمنت المملوكة للجيش في البورصة. في 2019 السيسي يدعو لطرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة. في 2020 الصندوق السيادي وقع اتفاقية تعاون مع الجيش لتهيئة 10 شركات عشان تطرح في البورصة. في 22 السيسي للمستثمرين كل الشركات مطروحة قال لهم كده بما فيها شركات الجيش. الحكومة أعلنت عن طرح الشركتين الوطنية وصافي للبيع من المستثمرين. في 2024 استقالة الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان. رغم الوعود دي كلها بقى إلا أنه لم يتم طرح أي شركة في البورصة بسبب عرقلة الجيش لتلك الخطوة. والسيسي تعلل بأن الطرح في البورصة له إجراءات كتيرة جدا لا يريد الحديث عنها. اللي بعده الملف الثاني قناة السويس، لما اتصادم مع قيادات الجيش حول الملف ده تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة السويس للمستثمرين الأجانب.
الملف الثالث هو ملف تهجير أهالي غزة. الحديث عن موافقة السيسي على إعادة توطين أهالي غزة في سيناء والجيش رفض، وتصاعد حدة الصراع دفع السيسي لإحداث تغييرات في خارطة الجيش مؤخرا. الكلام ده على مسؤولية الباحث يزيد صايغ، وهو باحث ممتاز. على مدار العشر سنين اللي فاتوا السيسي مش بيعترف بشركاء الانقلاب في الجيش، وبيدور بينهم صراع مكتوم. خلينا نعرف التغييرات اللي حصلت في السلايدز دي بين الإشغال والإطاحة والسبوبة. بوصلة التغييرات بين السيسي والجيش في 2014، حصلت تغييرات على مستوى وزير الدفاع ورئاسة الأركان والعمليات بالجيش. الإطاحة بقيادات المجلس الذين تصدروا المشهد في 3 يوليو. إقحام الجيش في عملية جوية في ليبيا للرد على تحركات داعش. في 2015 السيسي بيطيح برئيس المخابرات الحربية. السيسي برضه في نفس السنة أجرى تغييرات في قيادات المجلس العسكري والجيش. في 2016 اتخلى عن سيادة مصر على جزيرة تيران وصنافير واسطة توجيه الجيش داخليا. وحصل تكثيف للقاءات والندوات حول مخاطر حروب الجيل الرابع داخليا. والسيسي عمل تغييرات في قيادات المجلس العسكري والجيش. في 2017 السيسي أطاح بصهره محمود حجازي من رئاسة الأركان، وأجرى تغييرات في قيادات المجلس العسكري والجيش. في 2018 السيسي أطاح بوزير الدفاع صدقي صبحي اللي هو شريكه في الانقلاب، و13 من قيادات الجيش أو 12 شركائه في الانقلاب، وأقحم الجيش في عملية عسكرية شاملة ضد المسلحين بسيناء. في تقرير كشف تضخم كبير لشركات الجيش في القطاعات المدنية. المصادر اللي جبنا منها ده الحرة، كارنيجي، مونت كارلو، موقع درج، العربي الجديد، الجزيرة نت، بي بي سي، الأناضول، مركز صدارة ومواقع أخرى. اللي بعده في 2019 تعديلات دستورية سمحت للسيسي بالسيطرة بمعونة الجيش. في نفس السنة عزز السيسي التعاون العسكري والأمني مع حفتر لدعم تحركاته. في 2020 تحركات عسكرية مصرية داعمة لحفتر والإمارات في ليبيا. السيسي هدد في السنة دي الحكومة الليبية في حال دخولها مدينة سرت. في تقارير كشفت عن إرسال قوات إلى مناطق شمال الأراضي السورية. في 23 توجيه قوات مصرية إلى قاعدة مروة السودانية 3 مرات، وقوات الدعم السريع اللي هي السودانية اعتقلت عسكريين مصريين أثناء النزاع وأفرج عنهم بالصليب الأحمر. في 24 السيسي أطاح بشكل مفاجئ باللواء أسامة عسكر وعين مكانه أحمد خليفة مكانه، وأقال وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي وعين متقاعد من خارج الخطة العسكرية. في تقارير تحدثت عن توتر سياسي واقتصادي مع الجنرالات وراء التغييرات دي. تقارير كشف عن تدخل الجيش في إقالة رئيس الصندوق السيادي رغم مطالبات الجيش إنما يواصل إقحام سيطرته على القطاعات. لكن السيسي لقى حل تاني يشغل به الجيش والإعلام والشعب. حل بسيط قوي، كيف تهرب من أزمة داخلية؟ حل ده عمله البابا في القرون الوسطى، حل بيعمله أي مستبد. إيه الحل بقى؟ حل هو الصومال. السيسي يهرب على الطريقة الصومالية. كان لابد من إشغال الجيش شوية مدام الدنيا كده واقفة ضده. طب نعمل إيه؟ نودي الجيش الصومال. وفعلا أرسل قوات مصرية إلى الصومال. ادي الصور اهي بتاعه القوات العسكريه اللي نزلت الصومال، ودي طياره نقل عسكري بتشيل معدات وقصص يعني في ارض الصومال. ويا دوبك لسه الاعلام طالع يقول لك احنا اعظم جيش في الكون، جيشنا وبص العين الحمراء وبص ما اعرفش ايه الحمراء، طلعت حمراء. تخيل انه بعد كل القصه دي مصر بعت شكوى في اثيوبيا. ما هو القصه دي كانت تهديد اثيوبيا انه احنا هنروح بقى ندككم يعني. بعد كل القصه دي مصر رايحه تشكي اثيوبيا في مجلس الامن. مصر ترفض تصريحات ابي احمد وتشكوه لمجلس الامن وخبير خطوه للتحذير من مخاطر سد النهضه. وما انت كنت مودي الجيش ليه؟
اقول لك اللي حصل بقى، ان السيسي بعت القوات دي فيلم، يعني هو شو احنا عاملين، بعتين رجاله الصومال، فالمفروض ان اثيوبيا رجليها تخبط في بعضها، اثيوبيا قفلت السد. فلما اثيوبيا حست ان قفل السد خطر على السد فتحته تاني. بس في نفس التوقيت ده حصل خطوه غريبه جدا، اول ما السيسي بعت رجاله للصومال طلعت الامارات عملت اتفاقية دفاع مشترك مع أثيوبيا. وزير الدفاع الإماراتي يستقبل نظيره أو نظيرته الأثيوبية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. منافسة على القرن الإفريقي، تعاون دفاعي إماراتي أثيوبي. الله، مش ده الحاج محمد؟ مش ده اللي انت قلت عليه تعالوا يا اولاد سلموا على عمكم الحاج محمد، ده راجل كريم قوي. تخيل الحاج محمد كسفك في اثيوبيا اهو. الله، مش ده الشيخ محمد؟ تخيل ده الشيخ محمد اللي سلموا عليكم، سلموا عليكم، تعالوا سلموا على الحاج محمد، ده راجل كريم بيدي ساعات. تخيل ان هو يبعت قوات لاثيوبيا فاللي يقفلوا فيها الشيخ محمد، يعمل اتفاقية دفاع مشترك مع اثيوبيا. ما ظبطتش طبعا القصة بتاعت الصومال دي. طب ناخد ايه بقى؟ يمكن ناخد نقطة تانية كده برضو فيها هرمونات ذكورة كده. فلقينا رئيس الأركان الجديد بيزور معبر رفح اهو. والإعلام بقى طالع يزيط على الموضوع ده، فيطلع أحمد موسى. مش فاهم احمد، هو انت زيت ليه ان رئيس الاركان موجود على حدودنا مع غزه؟ هو المفروض يعمل ايه يعني؟ يبقى موجود في العباسيه مثلا؟ يعني ايه الزيطه؟ ليه زيت يا احمد قوي كده؟ ايه الزيطه ان رئيس الاركان واقف مع على حدودنا في غزه؟ هو راح، لو راح على حدودنا في ليبيا مثلا هتبقى مشكله يعني؟ ما هو دي حدودنا يعني. بس انت لو كبرت الصوره يا احمد شويه هتشوف الاليات الاسرائيليه وبتزغرط الناحيه الثانيه، بتزغرط. وطبعا طلعت اللجان بتاعته بقى يقول لك بص بقى، ويصوروا الناس ان الزياره دي غرضها تخويف وارهاب اسرائيل، وان احنا مصورين كل حاجه بيعملها الجيش الاسرائيلي. شوف بقى اللجان، اتفرج اللجان اهي. اسرائيل من 2011 بتطلب تركيب كاميرات مراقبه على طول مع قطاع اسرائيل 24، اتفاجئت ان مصر مركبه. اتفاجئت بقى، اتفاجئت بقى. الواد ده يا رب يتمتع بكميه سقاله. الواد ده بيكمل مشوار احمد موسى، الواد ده هو شتعال كده بيكملوا. ده الجيل التالت بقى في التعريض السياسي العسكري، غيره غيره غير اللي بعد اللي بعد اللي بعد. طلعت اللجان بقى تزيط، نفس الزيطه، بص نفس الصور يا ربي، اللي مشغلهم حمار. ترى بعد صور تانية ده بنفس الترتيب. النبي يخرب، هو التفكير ما عداش عليكم خالص؟ هو الابداع ما قابلكوش في حته؟ هو انتوا ما تعرضتوش على بشر؟ نفس التركيبه، نفس الصور، نفس الحاجات. يلا يلا، نفس التركيبه ونفس المعنى، اتفرج، ونفس الكلام. النبي البعد ده يخرب بيه، انتوا سبتوا ايه للمعيز؟ هو ده السؤال. الناس دي سابت ايه للمعيز والماشيه؟ بس هو اللي مشغلهم اصلا هو التطبيق العملي لنظريه الانسان، اصله جدي زرايبي. بس احنا عايزين نقول للجان دي بقى ان الطلعه دي عملها اسامه عسكر قبل كده في يناير السنه اللي فاتت اهو. اتفضل يا بيه، نفس الطلعه اهي، نفس الطلعه، التاريخ قدام حضرتك اهو، 14 يناير 23، نفس الطلعه. النبي يشيل تلفيف مخكم اذا كان في مخ. انا ساعات افكر هو فعلا ايه الفرق بين المؤخره والمخ عند بعض الناس؟ لا شيء، غير ان المؤخره بتتغطى، انما المخ اهو سداح مداح في الطل كده عند الناس دي. وللعلم بقى، واحد من الجنود اللي بيراقبوا الحدود مات، واسمه عبد الله رمضان، في مايو اللي فات. والجيش حتى الان ما قالش هو سبب وفاته ايه، ولا قال لنا التحقيقات في موته. ده احنا بنتكلم في مايو اللي فات. ايه بقى موته؟ ليه مات؟ ادي اهو، استشهد على الحدود مع غزه تشييع الجندي المصري عبد الله رمضان حجي. اتفضل. 28 مايو 24. ما قالولناش ايه ليه؟ استشهد في ايه؟ وليه عليه العلم المصري؟
إلا إذا كان سقط في ميدان المعركة. لكن ما حدش هيكلمك ولا هيقول لك برضو الجنود اللي ماتوا من أيام برضو ماتوا إزاي. ده كان في مقتل 2 من الجنود المصرييين دون تعليق من المتحدث العسكري. العروض اللي بيعملها السيسي في الصومال دي جابت إيه بقى؟ ولا حاجة. راح اشتكى الآخر تصريحات أبي أحمد الأخيرة، راح اشتكى لمجلس الأمن. هم أنت عامل ذكر في الصومال. مش بس كده، العروض بقى اللي عملها رئيس أركانه على رفح دي على دم المجندين دول وعلى الأرض، والأمور بتطبخ أصلاً. إحنا مستنيين الإماراتيين يا جماعة ممكن يجوا يمسكوا أو يشرفوا على محور صلاح الدين. ده اللي قالت كده قناة 14 الإسرائيلية. أهو. نتنياهو يدرس تسليم محور فيلادلفيا للإمارات بدلاً من الجيش المصري. إزيك بقى؟ عامل إيه بقى؟ تخيل في الوقت اللي السيسي بيهرب شوية بالصومال وشوية بلقطات فارغة جنودنا بيموتوا، والإمارات مرشحة إنها تمسك محور صلاح الدين، مش عاجبك؟ طب هو نتنياهو يا بيه بيقول لك مش هنخرج من محور فيلادلفيا لأننا لو خرجنا مش هنرجع إلا بعد مش عارف 42 سنة. تخيل. مش بس كده، ده أنت برضو المفاوضات كمان نتنياهو رد عليك قال لك انت بره المفاوضات. اثارت غضب القاهره عربي 21، نتنياهو اخبر انه لم يعد بحاجه الى الدور المصري في المفاوضات المقبله. مش محتاجكم. يلا مع السلامه. انت متخيل؟ وانت باعت رئيس الاركان ويقول لك بص رئيس الاركان بص بيعمل ايه؟ بص الزيطه؟ بص عاملين زيطه؟ وتطلع اللجان الحقيره تطلع تقول لك ان بص رئيس الاركان. انت في الاخر قال لك ايه؟ يعني عملتوا ايه بالرئيس زياره رئيس الاركان لغزه اللي رفح؟ عملتوا ايه بقى؟ قال لك انتوا بره المفاوضات، وقال لك مش هنخرج من محور صلاح الدين، وحتى لو خرجنا بنفكر نرجع نمسك الامارات. تخيل احمد موسى يقول لهم ايه؟ تخيل؟ احنا قصرنا في حاجه يا جماعه معاكم. ده احنا عملنا لكم شغل المعلم لابنه. ده احنا دمرنا لكم الانفاق. وغزه زي الفل. ده احنا بنحميكم. ده مفيش نمله هتعدي. نمله جوه يا ولا مفيش نمله، مفيش نمله تعدي. انت عمال تقول ده، ما انا نفس كلام نتنياهو. نتنياهو قال لك بان مبارك ومرسي كانوا بيدعموا المقاومه مش زي السيسي. انت ما قلتش حاجه، ما هو ده كلام نتنياهو. اه اسمع نتنياهو بيقول ايه. تخيل بيقول لك احنا عملنا اثرنا معاكم، ده احنا مفيش نمله عدت. ليه يا نتنياهو؟ حتى الشيخ محمد. إذن السيسي حاول يهرب من أزماته الداخلية بلقطة في الصومال جت على دماغه. حاول يهرب من أزماته الداخلية بإن رئيس الأركان يروح رفح، طلع نتنياهو قال لك مش عايزينكم أصلا. منظر لقطة اللي بعده. إعلام السامسونج الحقيقة بقى خطة كبيرة جدا. نروح بقى الفصل الثاني بتاعي، خطة الهروب على الطريقة الصومالية. وفي الفصل ده السيسي بيهرب من الشعب والأزمة الاقتصادية والنغمة المعروفة دي، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الكل يستعد، خلي السلاح صاحي، شد الأجزاء، احنا في حرب يا بيه، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. دي النغمة اللي السيسي بيستدعيها مع كل أزمة، ويخرج علينا صبيانه في الإعلام بتاعه المعاتيه دول يقولوا الناس احنا في حاله حرب، اوعى تتكلم عن اي ازمات او اسعار، احنا هنكمل مع الجعير. وبيرسل قوات للصومال، واي حد هيعترض هيبقى من الفئه الضاله، اعداء الوطن يا فندم، بتاع احمد سبع الليل في فيلم الهروب. اسمع نفس النغمه اللي كانت شغاله ايام سيرت. فاكر خط سيرت الجفره خط احمر؟ فاكر استعراض القوه اللي عمله السيسي والكلام على اننا في حاله حرب؟ الغريبه انه حتى على الموقع بتاع القناه دلوقتي انا قاعد، واحد اسمه محمد بيقول لك اختلف مع براحتك مع كل السياسات السلطه، لكن موقف مصر في سيناء كان ايجابي وبدون دعم من الاشقاء، ومعروف ان التنازل فيه فلوس كتير قوي. تخيل والله. يعني في ناس فاهمه كده، في ناس فاهمه ان موقف السيسي في سيناء كان ايجابي. النغمة دي بتاكل يا حضرات، النغمة دي بتشتغل يا بيه لما يكون السيسي في أزمة مش عارف يخرج منها. السيسي مش قادر ياخد حق ولا باطل مع الجيش، وما قدرش يخليهم يطرحوا شركاتهم للبيع عشان يخرج من أزمته ويسدد الديون اللي عليه. في الوقت اللي الصندوق قال له مفيش قروض،
لازم تبيع أصول الدولة. وده ما نشان اللي قلته ده صحيفة العربي الجديد في الخبر ده. صندوق النقد يرهن المضي في إقراض مصر ببيع الأصول. هتبيع الأصول هديك، مفيش أصول هتبيعها مع السلامة. تخيل حتى الناس على اللايف والله بيقولك، بيقول له أحمد يعني طب وغزة مش أرض، مش أرض شقيقة، مش مكان شقيق، رايح ليبيا والصومال. طب وغزة صندوق النقد اللي بيديك قروض باليمين وياخد ضعفها بالشمال على شكل أقساط للقروض السابقة دي، واللي السيسي مطالب بأنه يسدد للصندوق 16 مليار دولار من موقع المنصة. تدفع باليمين ضعف ما تستدينه باليسار. مصر ملزمة بدفع 16 مليار لصندوق النقد وتحصل على 8 مليار. يعني أنت هتاخد 8 مليار وملزم تسدد 16 مليار. يعني من 22 ل 2027 السيسي أخذ من الصندوق تقريبا 8 مليار. مطلوب منه يسددهم 16. أهو الجراف أهو. موقع المنصة برضه. اديني كده. ما تدفعه مصر للصندوق مقابل ما تحصل عليه. من 23 حتى 27. الصندوق دفع لك في 22 23 مليار، و اللي هو اللي بالاحمر ده ما يدفعه الصندوق لمصر، اللي بالازرق، اللي بالاحمر ده او بالبرتقالي ده ما يدفعه مصر للصندوق. اداك الصندوق في 22 23 3 يعني 0.3، دفعت له انت مليار و300. ف 23 24 اداك 0.8 يعني 800 مليون، دفعت له انت 4 مليون مليار ونص. اداك في 24 25 3 مليار فاصل 300 مليون، دفعت له انت 5.8. في 25 26 هيديك 2 مليار ونص، هتدفع له 3 مليار فاصل 1 يعني 3 مليار ومليون. في 26 27 هيديك مليار و200 مليون، هتدفع له مليار و700. ده موقع المنصة مش أنا. كل ما بيحصل، كل ده بيحصل في الوقت اللي بيضيع عليك كل حاجة. والإمارات شغالة في مشروع تطوير أرض الحزب الوطني، وده اللي قالته عربي 21، انسحاب تحالف الإمارات السعودي مشروع استثماري كبير في مصر اللي هو أرض، أرض المعاد. تخيل. اديني بقى التفاصيل كده الله يخليك. أعلن مصدر مسؤول بالتحالف الذي يضع مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير الانسحاب من تنفيذ مشروع أراضي المطلة على نهر النيل في استقرار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ الناتجة عن انخفاض قيمة العملة أو الجنيه المصري في وقت سابق هذا العام. وعشان يرادوا الصندوق النقد وياخدوا الشريحة الثالثة من القرض يفكوا بيه أزمتهم، طلع عم مدبول يقول أنه خلاص إحنا نتحول لنظام الدعم النقدي خلاص. يعني المواطن ياخد 100 او 200 جنيه ومع نفسه كده يواجه بقى بقيه نار الاسعار دي. ما هو ده الدعم النقدي. انت بص اتشقلب في 200 جنيه هيديها لك. ازمات السيسي اللي وقع فيها خلت الحكومه تشغل الناس وما تهمش المرتبات زي ما حصل مع العماله المؤقته في وزاره الزراعه واللي اتظاهروا عشان ياخدوا مرتباتهم. هنا في حد على القناة اسمه محمود الصعيدي تقريبا بيقول لي، أو محمود الصعيدي، يعني الجعان ياكل فلوس يعني ياكل ورق؟ آه الجعان ياكل ورق. أيوه ما هو يدولك 200 جنيه كلها. الأزمة اللي فيها السيسي طالت كل حاجة حتى الأدوية زي ما قلت لك في أول الحلقة، لدرجة الحكومة قررت صرف الأنسولين من صيدلات الإسعاف بالبطاقة وشرط وجود روشتة طبية وتحليل سكر. وده اللي قالته شعبة الأدوية في الخبر ده. بيع الأنسولين في صيدلات الإسعاف بروشتة ورقم قومي وتحليل السكري. علي عوف رئيس شعبة الأدوية. الأدوية اللي الناس مش لاقيينها في مصر وأسعارها بقت في الخيال بتتصدر للسعودية وللكويت، وقلت لك بتتباع هناك بأسعار تحفة. سيبك من الكويت هبقى أجيب لك أكلمك عنها بعدين، لكن شوف المواطنة دي. وده اللي قلته أنا في حلقة هنا وقلته على اللايف بتاعي في قناتي، إنه الأدوية بقت فيها أباطرة بتتهرب للخليج العربي. وشرحت لكم هنا في حلقة أهم شركتين صيدلة في الكويت وبيبقوا أدوية مصرية بس ومتوفرة
زي الحلاوة. في ظل الأزمات اللي البلد فيها طلع عمك مبلولي يقول لك احنا مستعدين نوفر كل حاجة للمواطن. اه والله كل حاجة بجد كل حاجة. مواطن؟ لا ما تروحش خيالك بعيد، للمواطن الصومالي. رئيس الوزراء جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال. تخيل الصومال. طب معلش يعني اعمل زي نورة في فيلم بتاع محمود عبد العزيز لما خدوا الانترلوب منه وهو راجع بالليل سكران، قالت له يا فلاتي يا بتاع النسوان، قال لها يسمع من بقك ربنا، ما هو راح خالص بقى. انت يعني انت مش عارف تغطي، طب غطي جوه، شوف المواطن المصري اخوك شقيقك في الانسانيه رايح تبقى عظيم كده مع الصومال. الحقيقه ان كنت يا احمد بيه يا موسى اجاري الوحوش رجع قالت له بعد ما خدوا منه الانترلوب ما بقاش يصلح لا طبله ولا طار، فرجع بقى سكران ومتبهدل. راحت نور قالت له يا فلاتي يا بتاع النسوان، قال لها فلاتي يسمع من بقك ربنا. يا احمد بيه الفئه الضاله هي انت والجعير اللي مشغلك، اللي نهبين خير البلد ومعيشين اهلها بذل وخلاهم يشتغلوا برغيف العيش وينشغلوا بيه عشان ما يفكروش انه ازاي يتخلصوا او يخلصوا بلدهم من العصابه الجعانه المجرمه. وده اللي جسده احد رسامي الكاريكاتير في الرسمه دي. شغلونا اليوم كي لا نرى المفتاح، ده مسجون وقدامه مفتاح يطلع بيه ورغيف عيش. بص بقى فعلا شايف هو بيدور، جايب العصا بيدور على رغيف العيش. الراجل ده عبقري، الرسام ده عبقري. طب خد المفتاح وهتطلع تتحرر وتجيب عيش تاني. لا هو عايز رغيف العيش. برافو عليك انت رسام عبقري. ناخد فاصل قصير ونرجع تاني. متابع انا الناس الجميله اللي على القناه، والله شفنا كده خطه الهروب على الطريقه الصوماليه. يفضل السبب المعلن لإرسال قوات للصومال اللي هو إيه؟ تهديد أثيوبيا. ليه؟ عشان سد النهضة. طب مش يمكن السيسي يصدق المرة دي؟ هو الحقيقة لازم نعترف إن إحنا مع أي خطوة لحماية أمننا القومي، وأهم حاجة في الأمن القومي هي النيل. إحنا مع أي تحرك حقيقي، مش قنبلة إلهاء كده أو خطة إشغال دماغ. هنا السؤال بقى، هل يا ترى التحرك ده هيكون له تأثير؟ خاصة أن أثيوبيا خلاص أخذت اللي هي عايزاه وأعلنت عن قرب انتهاء مشروع السد خلاص، وحجزت 71 مليار متر مكعب مية ورا السد. ده مش كلامي، لا هو مش بس كده، ده أثيوبيا بتهدد أن أي تحرك عسكري لمصر هيكون سبب لهلاكها بسبب مياه سد النهضة. ما اقدرش انا اقول الكلام ده، لكن اللي قاله جنرال اثيوبي قال مصر ما تقدرش تستهدف سد النهضه الا اذا ارادت الغرق في البحر المتوسط. ممكن تعتبر ان كلام الجنرال ده هكس او هبد، هو حر يعني، لكن هو في حاجه، انت شفت في سد في ليبيا لما انهار حصل ايه في ليبيا؟ بلاش كده، خلينا نشوف انهيار سد صغير اسمه سد الاربعينات في السودان. شوف عمل ايه في السودان؟ 11,000 والمفقودون 10,000. سد ديرنا. اه طبعا سيبك من العنتريات التي ما قتلت الذبابه دي، انت فعلا ما تقدرش تعمل حاجه في السد. وده اللي كانت عايزاه اثيوبيا. اثيوبيا كانت عايزه منك ورقه الامضه بتاع السيسي، مضالهم في 2015. وراحت مدخله بقى في ايه؟ في 10 سنين ولا اقل من 10 سنين مفاوضات. 10 سنين رايحين جايين مفاوضات عشان تبني وتشتغل. وهو رايح معاها وجاي معاها ورايح معاها وجاي معاها، وفي الاخر السد وقف، ما قدرش تعمل حاجه بقى. تخيل ان سد صغير زي سد الاربعينات دمر كل المساحه اللي انت شفتها دي، امال لو سد النهضه النهار يحصل فيه ايه؟ سد ديرنا سد صغير
امال لو سد النهضه حصل في حاجه يا سيدي؟ كل ده بيحصل في الوقت اللي السيسي ومخابراته بيمنعوا الاعلام انه يتكلم عن ازمه سد النهضه نهائي. وده اللي مش انا اللي بقوله، ده اللي قالته مدى مصر في الخبر ده. مش هنكتب اي حاجه، احنا خسرنا المعركه. ملخص الوضع والتعليمات الاعلاميه مع اعلان اثيوبيا اكتمال بناء السد النهضه. تخيل؟ تخيل يا حضرات، هو ايه اللي ممكن يتقال؟ احنا خسرنا المعركه. ده مدى مصر. كان عندنا امل نوصل لاتفاق ملء وتشغيل وحاولنا ولم يحدث، وبعدين كان عندنا امل نوصل لاتفاق تشغيل وبرضه خسرنا. يقول مصدر دبلوماسي حكومي شارك في اشواط متتاليه من اللعبه بتاعت المفاوضات تعليقا على اعلان رئيس الوزراء ابي احمد تشغيل توربينات السد. مساء الخير، مش هنكتب اي حاجه تخص اثيوبيا او سد النهضه على صفحاتنا الشخصيه الا البيان الرسمي المصري لما يخرج لا ايجاب ولا سلبي، ما فيش اي حاجه. كان هذا نص رساله التعليمات التي تلقاها امس مصدر يعمل في احدى قنوات الشركه المتحده للخدمات. جات لهم رساله على السامسونج لكل القنوات، مش هنكتب اي حاجه تخص اثيوبيا او سد النهضه على الصفحات الشخصيه حتى الا البيان الرسمي بس، على حتى صفحاتهم الشخصيه. ايوه، يعني كل البروباغندا الدعايه اللي عاملها السيسي وطيارات راحت الصومال واثيوبيا رجلها بتخبط، كل ده عشان يصرف الناس عن الازمه اللي ورط فيها مصر، مش علشان امن الصومال والكلام الفارغ ده. هو بيداري فشله بعد ما راح وقع في 2015 مع اثيوبيا اتفاقيه سلم بيها النيل. حد فاكر التوقيع ده؟ انا كنت اول مذيع وليا الفخر ده والله. انا اول، واساله الاستاذ مصطفى عاشور لانه كان موجود في الخرطوم يومها، اول مذيع نبهت على اللي حصل ده في 2015. قلت بالنص كده دي اتفاقيه خراب دي، وراح مضى زي الاهبل الجعر. واليومها ولا واحد من اللي قاعدين كان يعرف ايه الاتفاقيه فيها ايه، ولا واحد من اللي قاعدين كان يعرف الاتفاقيه فيها ايه. وكنت على الهوا هنا، موجود على الهوا مش هنا طبعا، اثناء ما كنت موجود في تركيا وفي 2015 قلت اللي بيحصل ده مصر هتدفع ثمن غالي. ايش الناس شاهده، الاستاذ الصحفي الكبير مصطفى عاشور يشهد بده. اول برنامج وكنا على الهوا وقلنا اللي بيحصل ده كارثه على مصر. قعدوا يهللوا ولا خلاص السيسي حلها، السيسي حلها. السؤال بقى فين وعود السيسي بانه خلاص حل ازمه سد النهضه وانه مش هيضيع مصر؟ وفين تاثيره الساحر شارم قوي الراجل على الناس في المفاوضات؟ فين هو؟ مش ده اللي قاله للجيش والمخابرات بتاعته، مخابرات الحلل، المخابرات اللي بتحتش فينا انا بس، اللي مش سايبيننا في حته؟ مش دي جهاز المخابرات بتاعه سايب كل حاجه، جهاز مخابراته سايب كل حاجه وشغال ورانا احنا. والمصحف انا بتكلم من قلبي سايب كل حاجه وراه عشان يشتكينا احنا. محمد نصر بيقول، محمد نصر يعمل، لا يا بيه، انا اللي انا قلته هنا من 10 سنين ان دي اتفاقيه خراب. بس اللي مزعل عباس ان احنا بنطلع على الشاشه اصلا. هيموتوا، يعني هم بيحلموا باليوم اللي نقفل فيه، بيحلموا. وانا ما اقدرش اقول اكتر من كده لانه ده كلام مهم، يعني مش سايبيننا حتى بعد ما سيبنا لهم تركيا. روحوا اكتبوا الملفات الحقيقيه. ما هو انت على راي ابويا الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، كان عنده مثل حلو قوي. قال له علمني الهيافه يابا، قال له تعافى فارغه وتصدر. يعني انت لما تتكلم مع عباس كامل يزعل ويشتكيك لاجهزه مخابرات العالم. بس تتكلم عن السد، طب ما تروح تشوف السد، لا ما يشوفش السد. طب جنودنا اللي بيموتوا في غزه دول ولا اي حاجه، مش قصته هو، هو قصته هو بس جهاز المخابرات بتاعنا شغال لصالح بس شخصياته بس بس. انما السد كامل خلص 71 مليار ورا ميه ورا السد، ده احنا هنجوع. لا قال لهم مالكوش دعوه، انا ليا سحر، انا ضيعتكم قبل كده. فين ده بقى؟ فين انه ما سمعش كلام الناس كلها لاجهزه المخابرات وقتها انه ما يروحش يمضي وراح لوحده وقع اتفاقيه اعلان المبادئ؟ ده مش كلامي، ده اللي قالته مدى مصر اهو. سد النهضه قصه مختصره للوصول الى وضع كارثي في 10 سنوات. اتفضل. مصدر حكومي شارك في المفاوضات التي سبقت اتخاذ مصر قرار توقيع اتفاقيه الخرطوم قال مدى مصر
أن العديد من الجهات الرسمية رفعت تقرير للجعير قبل توقيع الاتفاقية، ما فادها أن التوقيع عليها سيضع في موقف مصر الذي كان يطلب من الجهات الدولية آنذاك عدم تمويل السد سوى بعد توصل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لاتفاق حول كيفية ملء السد وتشغيله، وكذلك بعد التيقن من تفاصيل فنية تتعلق بأمن جسم السد وطبيعة التداعيات البيئية الناتجة عنه وتأثيراته على مجرى النهر. وأضاف المصدر أن فايزة أبو النجا مستشارة الجعير ومختصين سابقين في المخابرات في وزارة الخارجية والدفاع والري أجمعوا في ذلك الوقت على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات، غير أن الجعير قرر أنه سيوقع الاتفاق وأخبر معاونيه أنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثير الساحر على المسؤولين الإثيوبيين بل وعلى الرأي العام الإثيوبي. تخيل نفس الحركة عملها في القرارات بتاع 2016 واعترف بكده، قال لك كانوا قاعدين على الترابيزات مدير مكتبي اللي هو كان عباس كامل ومش عارف مين والمخابرات ولا وقعدوا يقولوا لا ما تاخدش، قلت لهم لا هاخد القرار. نفس القصة، ركب دماغه حادثتين، أول حادثة كانت بتاعت سد النهضة، أدي الخبر أهو في مدى مصر، قالوا له لا بلاش بلاش تمضي بلاش توقع لما نعرف الأول السد ده هيتعمل لما نوصل لاتفاقية، خش دعوة خش دعوة أنا ساحر لبسنا. ويطلع إعلامه الجديان يقول لك الإخوان ثورة يناير شافيه مبارك، وبعدين هو يطلع بعد كده يقول لك أنا ضيعتكم قبل كده أنا ضيعتكم قبل كده، يطلع لك العافي اللي عايز يجرب يجرب. طب هي جربت والسد خلص. في واحدة اسمها أمال بتقول إيه على الـ على الـ على الموقع القناة على اليوتيوب، أنتوا بتتلككوا إيه أنتوا بتتلككوا، هي التوقيعات والقوانين الدولية تمشي فين؟ خمس علامات استفهام. قدامكم فلسطين عندهم مليون توقيع دولي يبلوه ويشربوا ميته، أربع وشوش. يا أمال أمال إحنا قدامنا بقالك عشر سنين، أنت فين أمال؟ عشر سنين الراجل مضى السد 2015، إثيوبيا النهاردة خلصت السد، الراجل يا أمال بقاله عشر سنين بينيمكم في الكونشيز، النتيجة إيه بقى؟ إثيوبيا خلاص السد. الراجل وصل لما تهديد عمل نيمكم وقال لكم مش هنضيع مصر، كل حاجة قالها لكم، حتى إنه جاب أبي أحمد وقال له احلف بالله ومشيت. إيه رأيك يا أمال؟ جاي تقول بتلكك، مين اللي بيتلكك؟ بقالنا عشر سنين يا أمال بنهز في راسك يمكن تشتغل، مفيش فايدة يا أمال. طب نعمل لك إيه؟ بقالنا عشر سنين بنقول لكم خاين متخاذل ضعيف، عشر سنين عمالين يقول لك نبدا في ودنك نجيب لك زار بلدي وكوديا، نعمل لك ايه يا امل تاني؟ انتوا تتلككوا. هو الاتفاقيه الدوليه تمشي فين؟ مشت. وبعد ما تسالني الاتفاقيه الدوليه مشت فين وعندكم فلسطين خدت كم قرار دولي وبلوا شربوا ميته، ماشي يا امال. طب وفين بقى كلام السيسي العافي ما حدش ياكل لقمته واللي عايز يجرب يجرب وانا ضيعتكم قبل كده ومش هيحصل حاجه لميه النيل، فين الكلام ده يا امال؟ انت عايزه زارين، واحد في الودن دي واحد في الودن دي، ادي اهو يا امال مواقف السيسي في يوليو 2020 اثيوبيا تبدا الملء الاول لسد النهضه، مصر السيسي قال لك لا يجب ان تمثل نقطه مياه من مصر، في يوليو 21 اثيوبيا اكملت السد الثاني الملء الثاني، مصر السيسي طلع قال لك مياه مصر خط احمر واللي عايز يجرب يجرب، وبقى لك نطالب باتفاق ملزم. في اغسطس 2020 اثيوبيا كملت الملء الثالث، السيسي قال لك لن يقترب احد من مصر، وبعدين طلب مساعده امريكا. في سبتمبر 23 اثيوبيا اعلنت نجاح الملء الرابع، مصر السيسي قال لك لولا احداث 2011 ما كانش سد النهضه هيكون. في ديسمبر 23 اثيوبيا بتجهز الملء الخامس، مصر بتشارك برضه في مفاوضات جديده حول ملء سد دي سبب. في سبتمبر 24 اثيوبيا اعلنت عن القرب الانتهاء من تشييد سد بالكامل وانتهى المرحله الخامسه. السيسي قال لك يطلب وساطه تركيا لحل ازمه السد والخارجيه تخاطب مجلس الامن للتدخل في الازمه. نعمل لك ايه يا امال؟ نعمل لك ايه تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل ايه معاك يا امال؟
ده انت اللي لما الواحد يشوف تعليقك كده يقول إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما هو فيش تعليق غير كده. بقالنا 10 سنين، 10 سنين بنصحي فيكم، نقول لكم الاتفاقية دي خراب، وجاية في الآخر بعد 10 سنين ست أمال تقول لك أنتوا هتتلككوا، هتتلككوا بقى. إحنا هنتلكك. ده الملء الخامس خلص يا أمال. هنعمل إيه تاني بعد كده؟ اصحي، السيسي لبس مصر في الحيطة في أزمة السد، ودلوقتي مش لاقي مخرج للأزمة دي، واللي كان ممكن يعني نتلافى كل ده يا أمال بأنه ما يوقعش على اتفاقية المبادئ دي، أو أنه ينسحب منها. اعملي زي عماد جاد، اعملي يا أمال زي عماد جاد، اعملي كده. الصمت الرسمي المصري بعد إعلان أثيوبيا تشغيل سد النهضة يرجع لخطأ القاهرة بتوقيعها إعلان المبادئ دون الحصول على ضمانات حول الوساطة والتحكم الدولي في حالة الخلاف. ده عماد جاد بقى. وعلى فكرة ما تقدرش تقول عليه إخوان، عارفة ليه؟ لأنه مسيحي. وحاجة تانية بقى، بيكره الإخوان عمى. وحاجة تالتة، مع السيسي واحد من زعماء ثورة 30 يونيو. إيه رأيك بقى يا أمال؟ مين اللي بيتلكك؟ مش معقول يا أمال والله، هنعمل لك إيه يا بنت الناس؟ لكن أسباب فشل مصر في التوصل لاتفاق حول سد النهضة كان سببه الإرادة أو الإدارة العلمية من جانب إثيوبيا لقضية سد النهضة وتدويلها بشكل علمي في الوقت اللي مصر اكتفت فيه بأن واحد مطيباتي. أنا أعرف ناس كده، ويجي يقول لك أنا ضيعتكم قبل كده، اطمنوا الزعماء اتكلموا. هو بيعمل كده وشغال مطيباتي، بينما إثيوبيا شغالة بشكل علمي. ده مش رأيي يا أمان، ده رأي العالم المصري يا عصام حجي. اقري كده، اقري معايا. سد النهضة بدون أي اتفاق، فما السبب؟ الإجابة ببساطة هو غياب التحرك العلمي والذي أجاده الطرف الآخر عن طريق مجموعات ضغط علمية تنتمي لجامعات كبرى تقوم بإعداد ونشر أبحاث تقدمها للمجتمع الدولي للتقليل من آثار سد النهضة وتوضحها كأنها حلول سحرية لمشكلة مستعصية. ونظرا لأهمية الموضوع ولوجود شبكة علاقات لهذه المجموعات مع رؤساء التحرير عدة دوريات، نجحت هذه الأبحاث في أن تنشر أو تنشر في أكبر المجلات العلمية، وذلك لاعتماد القائمين عليها على تقديم أنفسهم على أنهم تفضل كمل يا بيه، تقديم أنفسهم على أنهم محايدون يريدون حل سياسي ولا ينتمون لطرفي الصراع. تبين فيما بعد أن أغلب كتاب هذه الأبحاث أصحاب شركات استشارية تعمل لصالح مشروع سد النهضة، وانتمائهم لمجموعة ضغط في واشنطن تعمل للدعاية للمشروع. دعمت هذه الأبحاث موقف الجانب الآخر أمام المجتمع الدولي وأثبتت عدم الاحتياج للتواصل لأي اتفاق، لأنه باختصار لا توجد أي أثار ملموسة، وتباعا تقوم تلك المجموعات بمهاجمة الأبحاث التي تبرز الآثار المباشرة والغير مباشرة للسدود على نهر النيل، ومحاولة حذفها من المجلات العلمية حتى لا تؤثر على هذا الدعم الغربي ولا تكون جزء من تاريخ المشروع يمكن الاطلاع عليه في أي مرحلة. وبذلك حينما يقوم المجتمع الدولي بالتحكيم بين الطرفين لا يجد أي أبحاث تنشر لهذه المخاطر التي تندد بها مصر شفهيا، ويجد فقط الأبحاث المكتوبة بحرفية التي تقدمها مجموعات الضغط التي تقلل من هذه المخاطر. وحرصت مجموعات الضغط على هذه المخولة بهذا الدور على استقطاب باحثين وصحفيين من دول اللي بعده المصب حتى تزيد من مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي، مقدمة لهم تسهيلات للسفر في منح خارجية وجوائز وهمية في مؤتمرات محلية. وبهذا الشكل فقدت مصر تدريجيا الدعم السياسي والدبلوماسي لعدم وجود ما يدعم مخاوفها بأبحاث علمية محكمة دوليا ومنشورة في مجلات مرموقة تؤكد أن هناك أضرار ملموسة للتشغيل الأحادي للسد. يعني في الوقت يا ست أمال اللي مصر فيه شغالة بنظام المطيباتية والزعماء اتكلموا وقولوا والله العظيم، أثيوبيا شغالة بأبحاث ومجموعات ضغط بتجيب باحثين
وينشره في مجلات علميه وتحذف الابحاث المضاده. شغالين بشكل علمي، واحنا شغالين بنظام امال اللي قالت لك انت تتلككوا. صدق انت تستاهلي كل حاجه والله، لا ادويه ولا كرامه ولا ميه. اللي بعده رغم مرور أكثر من 11 شهر على الحرب في الإسرائيلية البشعة والمجزرة أو الإبادة الجماعية اللي بتعملها إسرائيل على غزة واللي استشهد فيها حتى الآن أكثر من 40 ألف فلسطيني، لسه الشعب الأردني بينتفض نصرة لأهلنا في غزة. والنهاردة كان في نموذج عربي جديد بعد محمد صلاح المصري، اللي هو مش محمد صلاح اللاعب، في النهاردة محمد صلاح كان قتل 3 إسرائيليين على الحدود مع غزة. في النهاردة المواطن الأردني ماهر الجازي قتل 3 عساكر إسرائيليين من قوات الاحتلال على جسر اسمه الكرامة على الحدود الأردنية الإسرائيلية. المواطن الأردني ماهر الجازي اللي أطلق النار على جنود الاحتلال هو سواق شاحنة، ودي المعلومات اللي قالتها عربي بوست في الخبر ده. جراء إطلاق نار بمعبر كرامة منفذ الهجوم سائق شاحنة أردني، وآدي صورة الباسبور بتاعه كما نشرت أهو، ماهر ذياب حسين الجازي. العملية دي جاية بعد مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة على مدار 11 شهر، وبعد يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا اللي راح ضحيتها عدد من الشهداء. بعد العملية دي مباشرة السلطات الأردنية زعلت لأنها خايفة. أنتوا عارفين أن العائلة الحاكمة الأردنية بتخاف على مشاعر الإسرائيل جدا، يعني جدا، إنه الملك عبد الله راجل بيحترم جدا الإسرائيليين ويخاف عليهم جدا ويزعل لسقوط أي قتيل إسرائيلي أو مصاب حتى. فطبعا السلطات الأردنية أغلقت جسر، أمرت بإغلاق جسر الملك حسين اللي وقع عليه الحادث دي زي ما بيقول الخبر ده مصدر أردني الجزيرة، إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر. الجسر ده غريب قوي، يعني أغرب ما فيه إن العبري فوق والعربي تحت والإنجليزي بعده في اللوحة دي يعني. وجسر غريب لأنه كان اسمه جسر الليمبي اللي هو المندوب السامي في مصر بتاع بريطانيا، أسوأ واحد جه في مصر، دمر التعليم ودمر مصر، فشالوا اسمه وحطوا اسم الملك حسين. مفيش فرق كبير على فكرة، انت شايف ان في فرق؟ لا مفيش فرق خالص نهائي ولا في اي فرق. العملية اللي تمت النهاردة هزت نتنياهو وحكومته. طبعا نتنياهو استاذ مظلومية عظيم في المظلومية، قال لك اسرائيل محاطة بالقتلة. والله العظيم ده حاجة غريبة جدا، والله حاجة عجيبة. يموت في المظلومية، يموت في المظلومية والله العظيم. بس انا بشوف حاجة دلوقتي، يعني الراجل يموت ويعمل مظلومية. كمان رئيس مجلس مستوطنات وادي الأردن طالب بفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة كلها، وده اللي قالته هيئة البث الإسرائيلي زي ما بتقول عرب 21، تطبيق السيادة على المنطقة. إنما على مستوى الشعبي الأردنيين احتفلوا بالعملية دي وقالوا إن الجسر ده بعد ما كان اسمه جسر الملك حسين وأحيانا معبر الكرامة، دلوقتي تم تثبيت اسم معبر الكرامة. مش أنا اللي قلت الكلام ده، ده واحد أو النشطاء كتب أهو بيقول كان في معبر اسمه الليمبي أو جسر الملك حسين وأحيانا يسموه معبر الكرامة، اليوم بس تثبت اسمه مش عن طريق حكومات ولا تنسيقات مسبقة، بل بجهود بطل حر ودمه حار مارضي بالذل ومن المسافة صفر حدثته نفسه فلباها اليوم، بس هيصير اسمه معبر الكرامة. مش بس كده، ده كمان المواطن الأردني أو المواطنين الأردنيين نزلوا احتفلوا بالشوارع، واحد منهم وزع مية على روح الشهيد بتاع العملية. التحركات الفردية اللي بتحصل في الوقت الأنظمة العربية ما زالت منبطحة تحت أقدام نتنياهو وبتقدم الدعم للاحتلال دون خجل، وده اللي قاله ده رأي القيادي في حركة المقاومة أسامة حمدان، بيقول إن الإمارات أرسلت فرق أمنية
لرصد مواقع منصات إطلاق الصواريخ عشان يزودوا الاحتلال بأحداثيات المواقع دي. نشوف كده الفيديو. إنما غزة دي غريبة جدا، في الوقت اللي فيه انبطاح مش بس من الأنظمة العربية ومن الإعلام العربي الحكومي يعني، إنما في الوقت ده يطلع لك ناس من تحت رجلك كده، ناس في أماكن مهمة وينصروا القضية. زي مثلا حد بيسألني مورا أهو، إيه أبو صلاح؟ زي محمد صلاح، أبو صلاح الجامد قوي بقى، زي أي مصري أو أي عربي لو خد جايزة في حتة مهمة يطلع يستخبى على طول. لكن تيجي مخرجة في مهرجان البندقية وتاخد جايزة وتطلع تلقي كلمة قدام المهرجان كله عن فلسطين، العالم اتقلب اتقلب. وإيه؟ مش بس مخرجة أمريكية، لا دي يهودية كمان. وتسأل الناس يقول لك أصل محمد صلاح يا جماعة معذور لأنه مزنوق والحاجات دي. طب ما دي خدت جايزة وكان ممكن تطلع تحتفل، ويهودية. يطلع الناس يقول لك لا لا، أصل محمد صلاح أهو اتشال اسمه من جايزة أحسن لاعب في العالم كله، لا هو ولا ميسي ولا الحاجات دي. خلاص في الآخر أنت بتكسب موقف، في الآخر بتحترم نفسك بموقف. تحية للمخرجة الجميلة دي، وتحية للسينما اللي لسه بتطلع ناس عندها موقف، مش ناس خايفة وعندها حسابات. تحية للبنت دي، بصرف النظر بقى يهودية ملهاش ديانة مش مهم، إنما وقفت جنب. شفت مين اللي كان في الفيديو؟ ميريل ستريب كانت موجودة في أصل ده مهرجان البندقية. هناك بقى هتلاقي اسمه إيه ده، خيرة ممثلين العالم. هتلاقي ميريل ستريب ظهرت في الفيديو ده بعد شوية أهي. يعني نجوم العالم قاعدين في الحفلة دي، وتيجي أنت تقولك محمد صلاح، محمد صلاح معلش يا جماعة معلش، أصل هو هناك عنده قيود وعنده حاجات وتلاقي بقى المبرراتية. الله الله الله، بقولك يا معلم، ما تيجي نطلع فاصل ونشوف حكاية تحركات الجيش المصري في الصومال، هنحارب الصومال ولا نعمل ايه، والترسانة أسلحة، وازاي القرن الافريقي اصبح ساحة صراع، وسر تدخل الامارات لدعم اثيوبيا. لأول مرة من 40 سنة مصر ترسل قوات عسكرية خارج حدود مصر، لأول مرة من 40 سنة من أيام الكويت تقريبا في الثمانينات، ده إرسال قوات عسكرية خارج مصر لازم مرتبط بإجراءات، لكن الإجراءات دي السيسي ضربها بالجزمة. حوار مجتمعي مفيش، موافقة برلمان على خروج القوات مش موجودة، ولا حتى اجتماع لمجلس الأمن. قناة الحرة على موقعها قالت إنه الأولى منذ أكثر من 40 سنة مصر ترسل أسلحة كمان إلى الصومال. الكلام ده كان في أغسطس، ولو دورت هتلاقي أن مصر عسكريا مش محتاجة تكايد في أثيوبيا، لأنه فارق القوة العسكرية محسوب لمصر. إيه يا عم الجيش الأثيوبي ولا أي حاجة يعني؟ أدي الجرافة، هو الفرق بين مصر وأثيوبيا. ده موقع محترم بيتكلم على الفرق بين الاثنين بلدان. القوة العاملة لصالح مصر، القوة الجوية لصالح مصر، القوة الأرضية لصالح مصر، القوة البحرية، الموارد الطبيعية، المالية، الخدمات، الجغرافيا هي الحاجة الوحيدة اللي مش صالح مصر، لأن السد موجود في أثيوبيا. فرق القوة واضح جدا. لكن هو الموضوع يخص أثيوبيا بس ولا في اطراف تانية؟ بس خلينا نرجع نكمل اهو. ادي عدد السكان، يعني ميزانيه وزاره الدفاع الاثنين، القوات شبه العسكريه في المرتبه الاثيوبيه 145، مصر مرتبه 7. لا يا عمي، طيارات مقاتله رتبه 51 23، طيارات مقاتله رتبه 11 238، طيارات الهليكوبتر الهجوميه 41 الرتبه 41 المرتبه بتاعتهم، هنا عندنا 7. ده طبعا يعني حاجه، المركبات المدرعه
44. بص مصر المرتبة السابعة 77,000. المدفعية يا عم ما تدخلناش في تفاصيل محسومة لصالح مصر. لكن هو السؤال اللي أنا سألته من شوية، هل الموضوع يخص أثيوبيا بس ولا في أطراف تانية؟ في الجراف اللي هنعرضه لكم ده مهم جدا اللي بيحصل في القرن الإفريقي. خلينا نشوف في الجراف ده الصراع البحر والنهر يشعل النزاع في القرن الإفريقي. المصادر من كارنيجي، معهد واشنطن، الشرق الأوسط، سكاي نيوز، الجزيرة نت، موقع الصومال الجديد، الأناضول، بي بي سي، فرنسا 24، الحرة، التغيير السوداني، قناة العربية، مصادر متفرقة. الصومال تحاول دولة صومالاند أو صومالاند الانفصال على الصومال بدعم أثيوبي إماراتي بس. يوجد معسكر تركسوم في الصومال كقاعدة عسكرية تركية. ترفض مصر وتركيا دعوات الانفصال وترفض التواجد الإماراتي. تدير الإمارات معسكر الجنرال جوردون بقلب العاصمة الصومالية. جيبوتي بترى أن الاتفاق الأثيوبي مع صومالاند حول الوصول للبحر تهديد أمني. بتعارض جيبوتي محاولات الانفصال في الصومال بدعم أثيوبي. بتسعى جيبوتي لدعم دور وساطة بين مقديشيو والحكومة الانفصالية. بتنسق جيبوتي أمنيا مع دولة الصومال في قتال حركة الشباب المجاهدين. جيبوتي عرضت توفير ميناء بحري لأثيوبيا على مضيق باب المندب لنزع فتيل الأزمة. اليمن، اليمن شايف أنه أمريكا ترى تحركات الحوثيين توسع للسيطرة في القرن الإفريقي، وتتهم الحوثيين بأنهم وجهة إيران للتواجد أو للوجود بالقرن الإفريقي. الإمارات بتسيطر على جزيرة سقطرة لمزيد من النفوذ الاستراتيجي. اتهامات الحوثيين بتوفير دعم لوجستي لحركة الشباب بالصومال. دور إماراتي في إعادة التموضع العسكري في مناطق شبوة وحضرموت. الصومال، جيبوتي، الإمارات. مصر أرسلت قوة ومعدات عسكرية الصومال. تعارض مصر أو تعارض انفصال صومالاند عن دولة الصومال. توتر بين مصر وأثيوبيا حول مخاطر سد النهضة، وأرسلت طائرات للجيش السوداني في ظل الصراع. أثيوبيا طبعا هي الدولة اللي بتدعم الانفصال بتاع الصومال، ووقعت اتفاق مع صومالاند لمنحها منفذ على البحر 50 سنة. ورقة سد النهضة تتحكم في الملف المائي المصري والسوداني. تعاني أثيوبيا من تحركات المتمردين على جوانب حدودية مع السودان وسط دعم إسرائيلي إماراتي. بترفض أثيوبيا تحركات مصر وتركيا في الصومال. السودان إغلاق معبر مع أثيوبيا بعد سيطرة متمردين على إقليم حدودي. توتر بين السودان وأثيوبيا حول مخاطر سد النهضة. الجيش السوداني يعارض انفصال صومالاند. الجيش السوداني مدعوم سياسيا وعسكريا من الجانب المصري. دول أبرز الأطراف في القضية دي. اللافت أن الأثيوبيين مش بيتحركوا كده بشكل اعتباطي، لا، دول في ظهرهم الإماراتيين، وبنشوف الإمارات دور في القرن الإفريقي زي ما هنشوف في الجراف ده. الإمارات دعم سياسي واقتصادي لحكومة أثيوبيا ومستشار في ملف سد النهضة. وعززت الإمارات ترسانة الأسلحة الأثيوبية وسلمتها مركبات متعددة الأغراض. الإمارات هي الداعم المالي والعسكري لميليشيات الدعم السريع في السودان، الدعم الاقتصادي للسيسي، وتمتلك أبو ظبي أجزاء من أرض مصر. الإمارات بتسيطر على جزيرة سقطرة اليمنية لمزيد من النفوذ في باب المندب. بتدعم ماليا وسياسيا الاتفاق الأثيوبي مع صومالاند. بتدير الإمارات معسكر جنرال جوردون بقلب العاصمة الصومالية. هناك أزمة بين جيبوتي والإمارات بعد طردها أو طرد شركتها من المواني. السؤال، هل صحيح القرن الإفريقي هيكون خلال الفترة الجاية دي نقطة الصراع القادمة؟ كيف سيؤثر صراع زي ده على الجيش المصري ويخصم من رصيده على الجبهة الشرقية المشتعلة والجبهة حتى الغربية؟ ولا كل التصعيد ده محسوب ومقصود؟ الأمور دي كلها وغيرها محتاجين نناقشها مع ضيوفي وضيوفكم في الحلقة دي. الأستاذ، يشرفني يكون معي الأستاذ شريف عثمان، الضابط السابق بالقوات الجوية. أهلا بك يا أستاذ شريف. أستاذ محمد، وشكرا لاستضافتي، ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك. أيضا معي الأستاذ أحمد مولانا، الباحث في منتدى العاصمة للدراسات. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. مرحبا بك أستاذ. طيب خلينا نبدأ بالأستاذ أحمد مولانا بعد إذن الأستاذ شريف عثمان، لأن اللي بنعرفه في الآخر دايما بنبدأ به. في تحليل رصده الباحث يزيد صايغ قال إن في سبب، ثلاث أسباب للخلافات بين السيسي وقيادة الجيش، وقال يعني أسباب كتير، لكن هل هناك علاقة بين خلافات السيسي والجيش
وبين إرسال قوات مصرية أو حاجة للصومال، ولفت ويلفت الأنظار عن مشكلة محور صلاح الدين في الأراضي الفلسطينية؟ يعني المقال يزيد صايغ يعني كان بيتناول فيه قضية بيع المؤسسات الاقتصادية أو المشاريع الخاصة بالمؤسسة العسكرية وطرحها يعني للبيع العام وللخصخصة، وبتحديد قضية صندوق مصر السيادي. طبيعة الحال فيه العديد من الملفات، وهذه الملفات بيكون فيها قدر من التداخل، ولكن أيضا بيكون فيه خصوصية لكل ملف، بمعنى إن ملف الاقتصاد المؤسسة العسكرية متداخل مع العديد من الملفات، ولكن يعني أنا بفصل أو بميل لأن أنا أجي أتناول أن أنا أركز على ما يخص ملف الصومال وإرسال قوات مصرية، أنه مرتبط أكثر بالتطورات في العلاقة مع أثيوبيا، ومرتبط بموضوع سد النهضة والبحر الأحمر أكثر من ارتباطه بقضية غزة والحرب في غزة ومحور صلاح الدين. هتظل هذه قضية حاضرة لها نمط في التعامل، مثلما قضية أثيوبيا قضية أيضا ملحة وبتمثل تهديد وجودي على موارد المائية لمصر. يعني أنا مش شايف أو لا أميل أن الهدف الأساسي لإرسال قوات مصرية إلى الصومال بيرتبط بالتطورات في غزة، لا، هذا ملف وهذا ملف، هذا فيه تطورات وهذا فيه تطورات، هذا فيه قوة دولية وإقليمية معينة بتخلي النظام المصري بيتعامل بشكل معين في ملف غزة، وملف الصومال فيه قوة أخرى بيخليه يتعامل عنده قدر أكبر من المناورة والقدرة على التحرك فيه، مقارنة بوجود الولايات المتحدة كرديف وداعم لإسرائيل بتخليه بيلتزم بحدود معينة في حرب. وصلت. أروح للكابتن أو الأستاذ الكابتن شريف عثمان. كابتن شريف، باعتبارك ضابط في القوات المسلحة، كيف رأيت حجم ما تم إرساله من قوات ودعم عسكري في الصومال؟ وهل ممكن نسميه أو نصفه بأنه دعم مؤثر؟ يعني أم أنه الجانب المصري بيعول على التنسيق العسكري مع دول أخرى أو أطراف أخرى؟ طبعا هو الحجم القوات اللي رايح 10,000 جندي ده، أو يعني ده الرقم اللي هم أعلنوه إن فيه 10,000 جندي. أول حاجة منهم 5,000 من ضمن قوة الحفظ الأمن الأفريقية، قالوا إن فيه 5,000 جندي تبع أفريقيا هم اللي رايحين، واحتمال إن هو يبقى فيه 5,000 جندي لأهداف أخرى. طبعا الأهداف أخرى دي خلينا عنها دلوقتي. فأنا بس عايز أرد على الحتة بتاعت إن مصر بقى لها 40 سنة ما طلعتش قوات بره مصر، الكلام ده ينقص الدقة، لأن احنا مش بنتكلم على قوات مقاتلة. القوات اللي كانت رايحة حرب الكويت دي كانت قوات قتالية، ولكن قوات حفظ السلام المصرية واشتراكها في الميشن أو في المهام الأفريقية أو الدولية في أفريقيا مستمرة بقالها عشرات السنين، وطول عمرنا لينا قوات في أكتر من بلد لحفظ السلام في أفريقيا، وده يشمل قوات عسكرية وقوات شرطية. فده بالنسبة لفكرة تحرك الجيش المصري لأثيوبيا أو على الحدود الصومالية مع أثيوبيا، أو للصومال حماية من أثيوبيا المدعومة من الإمارات وإسرائيل، ما ننساش دي لأنها مهمة جدا. لكن الأهم في الموضوع أنه واضح أن في خلاف في أثيوبيا بين مصر والإمارات يوازي الخلاف اللي موجود في السودان. هنجيل الخلاف ده يا كابتن شريف، بس هل القوات اللي اتبعتت دي مؤثرة؟ لا طبعا. أول حاجة لما نيجي نبص على، احنا طبعا أنا حضرتك أنا بعمل يعني سمع لك، وإن احنا طبعا وقريت إن احنا قواتنا أكتر من القوات الأثيوبية، إن احنا عندنا جيش أقوى من الجيش الأثيوبي، كل ده حلو جدا، ولكن الجيش الأثيوبي حضرتك يعني أنا جدي، لا جد جدتي كان أمير الله محمد النادي اللي راح يجيب قوات المصرية اللي فشلت في الحملة على أثيوبيا. ففي مشكلة مهمة جدا في أثيوبيا، ألا وهي طبيعة الأرض الجبلية اللي احنا أصلا لا احنا ولا غيرنا نقدر نحارب فيها. يعني انت مش هتقدر تروح تحتل مثلا مناطق في أثيوبيا نتيجة لطبيعة الأرض اللي مش هتسمح لك بأن انت تعبر فيها بيسر أو سلام. الحاجة التانية أن أنت بتتكلم على قوات نظامية، لا أنت لو بعت قوات هناك أنت اللي هيقابلك هتبقى
زي الجوريلاز، ناس قاعده مستبقى مخبيه لك في الاشجار وفي الغابات وفي الاحراش، هم عارفين ارضهم وحافظينها وعارفين طبيعه الارض، عارفين الحيوانات البريه اللي عايشه هناك، عارفين يتعاملوا مع المكان ده بسهوله ويسر، وانت قوات اجنبيه غير قادر على الحركه، فتقدر تشيل مع برضو مع الحته دي، تشيل معاها بقى المركبات والمدرعات والمدفعيه، كل الكلام ده تلمه وترميه على جنب، وهيبقى لك في الاخر العسكري البندقيه اللي هيروح يقابل عسكري او الطيران اسيوبي. او الطيران، ما هو الطيران هتضرب بيه مدن سكنيه ولا هتضرب بيه مناطق عسكريه؟ وهو ده مش هيأثر لك على اي حاجه، حتى لو انت رحت فتحت قاعدة عسكرية، انت دوست على الامارات ودوست على اسرائيل معلش يا كابتن شريف، انت مش رايح تحتل دولة، انت رايح تعمل عمليات عسكرية تشكل ضغط بس. طيب عمليات عسكرية من اي نوع؟ يعني ايه نوع العمليات العسكرية؟ اذا كانت اسرائيل قالت لاثيوبيا انا همدك بالقبة الحديدية، والامارات بتدعم اثيوبيا سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، بالإضافة لكده أن أنت الإمارات تعتبر هي الكفيل المصري دلوقتي، يعني أنا يعني الكلام يزعل ويضايق وكل حاجة، بس لو الإمارات زعلت منك بكرة في حاجات كتيرة تبقى ناقصة في مصر، هتعيط هتزعل يعني، بس هتزعل. احنا مش عايزين نزعل، ما ينفعش تزعل الإمارات وتتحداها. بس أنا في نقطة برضو أحب أضيفها صغيرة لحضرتك، يعني أن أنا دورت على لما الفريق بتاعك اتصل بيا وقال لي ان هكون مع حضرتك النهارده، دورت على حاجه بس مهمه كانت ناقصاني، هي علاقه الصومال بالسعوديه. طب خليني خليها يعني ممكن تضيف لنا، بس هتضيف للبرنامج اكيد يعني، بس خليني أكيد. اروح في نفس النقطه بتاع القوات دي للاستاذ احمد مولان. استاذ احمد، يعني الاستاذ كابتن شريف عثمان هو رجل عسكري يقلل من شان هذه القوه، وانها في الاخر 5000 جندي ومجموعة حاجات مركبات وحاجات من دي، أيا كان هذه القوة وفعاليتها. يعني السؤال هنا، أنا لا أعلم بس حضرتك أكيد تعلم، هل السيسي اتبع إجراءات منصوص عليها في الدستور خاصة أو بت 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 بتحسم فكرة إرسال قوات خارج الحدود؟ هو يعني أولا القوات دي المعلن ليست مرسلة من أجل خوض عمليات عسكرية، فبالتالي بتتطلب اشتراطات معينة في الدستور أو في مجلس النواب بالموافقة على الدخول في حرب. هذه قوات مرسلة ضمن قوات حفظ السلام الإفريقي، الاتحاد الإفريقي من 2007 وهو بيشكل بين قوسين قوات لحفظ السلام. هذه قوات هدفها دعم الحكومة الصومالية، احنا عارفين الصومال بعد 91 كان دخل في حالة تفكك للدولة واحتراب أهلي بعد انهيار نظام سياد بري، وكان في محاولات من أطراف إقليمية ودولية من أجل تشكيل حكومة مجددا. هذه الحكومة كانت بتواجه أطر، يعني كانت ضعيفة، الأول اشتغلت من الخارج بعد كده عادت إلى الداخل بدعم أثيوبي، ولاحقا طبعا هختصر يعني بدأ الاتحاد الإفريقي يشكل بعثة لدعم هذه الحكومة، وكلما تنتهي مهمة بعثة بيتم تشكيل بعثة جديدة، وهذه البعثة هدفها انها تكون رديف وداعم للجيش وقوات الامن الصوماليه اللي ما زالت في اطار التشكل والتدريب والتاهيل. ففي بعثه الحاليه اللي هي اسمها اتميس هي تنتهي مهمها في نهايه العام الحالي، وهيتم تشكيل بعثه جديده في عام 2025 مصر هتشارك بقوات ضمن هذه البعثه. طب بعثه اتميس اللي هي بتنتهي مهمها دي حجمها الاجمالي كان في ذروته 24000 جندي، وفي عمليه انسحاب تدريجي كل فترة زمنية، آخر دفعة هتنسحب بنهاية العام الجاي. طيب هذه القوات أثيوبيا كانت طرف فيها، أوغندا طرف فيها، كينيا طرف فيها، الجديد إنها مصر هتدخل في البعثة الجديدة. هذه القوات لا تقاتل أثيوبيا، هذه القوات بالأساس بتدعم قوات الجيش وقوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية، وبتخوض مواجهات بين الفينة والأخرى مع حركة الشباب، إن هي حركة موجودة داخل الصومال بتقاتل الحكومة الصومالية منذ يعني كأحد تداعيات القتال اللي كان بين الحكومة الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية قبل يعني تحول قطاع منه لحركة الشباب. فالشاهد إن بعثة أو البعثة المصرية أو القوات العسكرية المصرية اللي أرسلت هي مرسلة ضمن قوات الاتحاد الإفريقي. مصر كان لها قوات في مالي سحبتها من فترة قريبة، حتى كان كل فترة
احيانا يقتل جندي، يقتل ضابط في تفجير عبوه او كذا خلال 5 6 سنوات الاخيره. مصر شاركت قبل ذلك في قوات حفظ السلام في البوسنه وفي العديد من الدول. فبالتالي اجراء ارسال قوات حفظ السلام لا يحتاج الى برلمان او اي حاجه. طب نعم يعني اجراء، وارسال وحتى طب وارسال التمويل، اسلحه نعم، وحتى التمويل لا يكون تمويل مصري، التمويل قوات الاتحاد الافريقي. هذه البعثه بالاصل تمويلها من الدول الاوروبيه ومن الدول المنحه، فانت بتاخد على الجندي بالدولار وباليورو، الرواتب بتكون كبيره يعني. الدول الاوروبيه وكذا هي لا عاده يعني بتلجا ان في دول زي بنجلاديش زي مصر زي غيرها تبعث قوات وتاخد رواتب 1500 دولار 1000 دولار. وفي كينيا بعتوا برضه، مش عارف اني دوله بعتوا، نعم، والعديد من يعني يعني اذا هذه القوه، هذه القوه المرسله ليست للضغط على اثيوبيا لكنها قوات تتبع افريقيا، ولكن فيها رساله سياسيه. هي رساله سياسيه ان دلوقتي في حاجز جغرافي او في مسافه جغرافيه بين مصر واثيوبيا، فلما يبقى في قوات مصريه للمره الاولى بهذه الاعداد، احنا اليوم الوسائل الاعلام الاثيوبيه هي اللي بتتكلم في 10,000، ان 5 ضمن بعثه قوات الاتحاد الافريقي و5 ضمن اتفاقيه دفاع مشترك. لو هذه التقديرات ستصبح حقيقيه، احنا الى الان لم تصل هذه القوات بهذه الاعداد. 10,000 جندي في الصومال يعتبر عدد كبير، يعني من بضع سنوات عدد قوات الجيش الصومالي اجمالي كان 17,000، بخلاف طبعا ان له رديف من قوات امن وجهاز مخابرات وبعض الجماعات القبليه الداعمه له. فاحنا بنتكلم الجيش الصومالي 17,000، تتكلم ان يبقى في قوات مصريه 10,000. بالنسبه للصومال، بالنسبه لبعثه الاتحاد الافريقي اللي بنتكلم من البعثه الماضيه في بيروت كانت 24,000، يعتبر ال 10,000 عدد كبير. انما وده في رساله سياسيه لاثيوبيا ان اصبحت قوات مصريه موجوده قرب الحدود الصوماليه الاثيوبيه. ولكن اثيوبيا ما ننظر في المقابل، اثيوبيا اخر تقديرات الامم المتحده في عام 2024 عدد سكانها 129.7 مليون نسمه، فدوله ضخمه المساحه الجغرافيه ذات طبيعه معقده، في جزء كبير منها مرتفعات وهضاب وعره، عدد سكاني ضخم ومهول، وشعب مقاتل يعني شرس. عبره يعني الدوله الوحيده اللي في شرق افريقيا التي لم تستطع قوه غربيه ان تستعمرها عسكريا هي اثيوبيا فقط. ايطاليا من 36 ل 41 احتلت يعني اثيوبيا، انما في القرن 19 القرن العشرين لا توجد قوة اخرى، بريطانيا حاولت وغيرها وغيرها. الاثيوبيين مقاتلين شرسين واشداء، فبالتالي 10,000 جندي هي يمثلوا رسالة سياسية، يمثلوا تلويح بان مصر امامها خيارات للضغط على اثيوبيا، ولكنها لا تكفي لشن عملية عسكرية او مناكفة حقيقية وملموسة للقوات الاثيوبية. طيب اروح للكابتن شريف. كابتن شريف معلش، كنت انت قلت نقطة على السعودية وانا استوقفتك قليلا عشان نستمع للأستاذ أحمد مولانا، اتفضل انا معك. اوكي، بصيت لقيت ان في اصدار عن وزارة الخارجية السعودية بتاريخ 11 يناير 2024 بتقول فيه أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها، وشددت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغريب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة. يعني كان في إصدار بتاريخ 11 يناير، في كمان إصدار إنجليزي مفصل أكتر، بس يعني اللي تقدر تقول منه أن مصر والسعودية على نفس المنهج فيما يخص المشكلة بين أثيوبيا والصومال، برفض الاتفاق اللي حاصل بين الساحل الصومالي وأثيوبيا. فدي الحاجة اللي أنا كنت أحب أضيفها، إن علاقة السعودية بالأزمة هناك بس هي بس إحنا يا كابتن شريف الصومالي. بس إحنا في الأونة الأخيرة، يمكن في العشر سنين الأخيرة، شفنا تغير المواقف السياسية بيحصل كسحر. يعني موقف السعودية من نظام بشار الأسد كان الرفض 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 الرفض، ثم تغير لاحقا وأصبح القبول. يعني ممكن هذا الكلام ده كان في 21 صح؟ حتى البيان بتاع الخارجية للسعودية كان في 21. لا 24. أنا في بيان قدامي أهو، عشرين 12 يناير 2021. لا أنا اللي قدامي 11 يناير 24. أنا آسف 24، أنا آسف، أنا شفتها بعيد يعني، هي مش واضحة. أنا آسف، شفتها واحد فعلا، هي 24. يعني ممكن يتغير الموقف ده لو قعد محمد بن زايد معاه. وفي كلام إنه محمد بن زايد هو أستاذ، في كلام النهارده اتقال كده،
هو أستاذ محمد بن سلمان، فقد يتغير هذا الموقف يعني، وشفنا موقفه من قطر. أنا عندي استفسار أهم من كل ده. هو حضرتك، إحنا بنتكلم ليه إن إحنا نبعت جيش يموت فدا أخطاء أو مش أخطاء، جرائم ارتكبها عبد الفتاح السيسي بإيده، وهي اللي وصلتنا للحال اللي إحنا فيه؟ ليه الجيش يروح يتحمل هذه المسؤولية؟ الجيش لأن ده دوره، أبناء الشعب المصري المدنيين. بعد إذنك لحظة، الجيش هو الغالبية العظمى منه هو من أبناء الشعب المصري المدنيين اللي تم استدعائهم للخدمة العسكرية للدفاع عن الوطن وكل الكلام الظريف ده. يعني هو لما يعمل مصيبة زي دي ويوصل البلد للحال اللي احنا فيه، عايز يبعت ولاد الشعب المصري يموتوا فداة ليه؟ هو ايه اللي ممكن يتعمل في أثيوبيا؟ او ايه الجديد، ايه المفاجأة اللي احنا عايشين فيها النهاردة؟ السيسي هو بيمضي على الاتفاقية في 2015 مع رفاق. ده اهم من كل ده. هو دم المصريين ليه رخيص؟ حتى لو هنروح نحارب على هنحرر يا سيدي السد، وهيموت 30,000 مصري، ليه يموت؟ ليه يموت في ده؟ مين؟ ما هو مين اللي مضى على الاتفاقية دي من الاول؟ مين اللي سمح لهم ان هم يبنوا سدود وياخدوا عليها قروض ويعملوا اتفاقيات وكل الكلام؟ مين اللي قال لنا ما تتكلموش وما تعترضوش وما تفتحوش بقكم وما تتكلموش في التلفزيون وما تعترضوش على حاجة وما تتظاهروش ضد اللي بيحصل؟ وكمان فوق ده كان بيشيلها ان الثورة هي اللي عملتها. دلوقتي عايز ياخد ابناء الشعب المصري من المدنيين ان هو يجندهم ويبعتهم مجاهل افريقيا يموتوا زي ما نظام الحكم العسكري بعت المصريين لمجاهل اليمن، ومات اكتر من 20-30,000 مصري، ولحد النهاردة ما حدش قرأ عليهم فتحة بشكل رسمي. فليه؟ السؤال ليه؟ وصل السؤال. اروح للأستاذ احمد مولان. استاذ احمد مولان، عندي سؤال ليك كده على جنب بره الموضوع ده، يعني هو بيجعلني أنا شخصياً، يعني هو دلوقتي مفيش جيش في الإمارات. هم الإمارات لو في ثلاثة طلعوا برا البلد، البلد هتبقى فاضية، مفيش جيش يعني. ومع ذلك الإمارات لها مناطق نفوذ في سقطرة وغداها، في الصومال، في أثيوبيا، في القاهرة أو في مصر يعني، وهي لا تملك جيش، بينما مصر تملك واحد من أقوى جيوش العالم تقريباً السابع، ومع ذلك ليس لها نقاط نفوذ. كيف ترى هذه المفارقة يا أستاذ أحمد؟ طبيعي يعني النقطة فيها العديد من التفاصيل. نمرة واحد، لا، الإمارات لها جيش من الجيوش الخليجية الكبيرة بيتكون من 70,000 ضابط وبنية. خلاص ما تضحكنيش بقى، ماشي 70,000 ضابط، ماشي نعم. هو حضرتك لما بتنزل لمستوى قطر والبحرين عدد جيوشهم 8,000. أنا فاهم والله، أنا مش قصدي أتريق عليهم، بس هذه الدولة أصلاً يعني على رأي عبد الله النفيسي الله يمسيه كل خير، قال لك رايح يشوف القوات الإماراتية يعني. نعم، احنا في واقع اجتماعي موجود، او يعني بنية ديموغرافية موجودة في الإمارات، بس مهم فهم المؤسسة العسكرية في الإمارات. الإمارات بيقيم فيها 10 مليون شخص، منهم مليون إماراتي، ولكن الجيش متاح فيه يعني ان يدخلوا بتعاقدات وكذا ضباط اجانب. يعني مثلا قائد الحرس الرئاسي هو احد قيادات الجيش الاسترالي السابقين، قوات القصة الاسترالية لوهند مارش. في قائد اركان سلاح الجو هو جنرال امريكي سابق. ففي امكانية، وده موجود في دول العديد من دول الخليج، يعني ان هو بيتعاقد مع افراد او جنود او ضباط سواء اجانب او من دول اخرى. فالجيش الاماراتي بيتشكل من 70,000، وهم حريصين فيه على تقليد النموذج الامريكي، بمعنى إن عندهم سلاح جو ذو تدريبات وتأهيلات عالية ومهتمين بالقوات الخاصة. فلذلك يعني في منطقة الخليج هم يعتبر لديهم قوة فاعلة على هذا الحجم مقارنة بدول الخليج الأخرى، باستثناء السعودية طبعا هي أكبر في عدد السكان والمقدرات. الأمر الثاني هي قضية النفوذ. قضية النفوذ مرتبط بالثروة. الإمارات لديها ثروة كبيرة، لديها صناديق استثمارية ضخمة، لديها استثمارات في مجالات متعددة. حضرتك الإمارات على مستوى التصنيع العسكري المحلي يعني بتصنع أشياء كثيرة، في مجمعات صناعية ضخمة، هي بتحاول دايما برامج الأوفست والمقصة لما بتعمل تعاقدات مع شركات أجنبية أنها تنقل هذه التكنولوجيا إلى الداخل الإماراتي. فحتى على مستوى أقمار صناعية، أطلقت أقمار صناعية تصنيع لمدرعات لطائرات مسيرة وغيرها، هذا موجود. يعني المجمع الصناعي العسكري الإماراتي بيتطور بمرور الوقت بشكل كبير.
وده بتوظفه في أنشطتها اللي بتقوم بيها في الخارج بجوار الثروة المالية الكبيرة والاستثمارات الكبيرة وربط الآخرين بمصالحها. يعني هي دائما مثلا مين الدول اللي عاملة شغب في المنطقة في بعض ما فات، أو أبرز الدول اللي عاملة قلق أو دول الخليج أو العديد منها بيتخوف منها هي إيران على سبيل المثال. الإمارات يعني بتوفر لإيران شراكات اقتصادية، إدخال للسلع اللي فيه عقوبات عليها من خلال الموانئ الإماراتية بتنتقل إلى إيران، فبالتالي هي بتجعل إيران تجد مصلحتها مع الإمارات. كذلك مثلا على سبيل المثال في أثيوبيا، الإمارات لها استثمارات زراعية واستثمارات في مجالات كثيرة في أثيوبيا. كذلك في الصومال، هنا مش بتكلم عن أرض الصومال اللي معاها المشكلة، لا الصومال يعني كمشار في البروشور أو العرض اللي على الشاشة اللي في قاعدة جوردن، قاعدة جوردن في الصومال اللي هي عملت اتفاق دفاع مشترك مع مصر. الصومال الإمارات بتدفع رواتب جزء من الجيش الصومالي، عندها مدربين ومستشارين اللي هو أحد الجنود الصوماليين كان قتل 4 منهم من بضعة شهور. فهي من خلال هذه الفوائد المالية والثروات المالية بتستطيع أنها تجعل الآخرين يجدوا مصلحتهم في التعامل مع الإمارات، تلقي تدريب، تلقي أموال، تلقي مساعدات، تلقي استثمارات. الاستثمارات الإماراتية في صربيا على سبيل المثال، في التصنيع العسكري، في شركات الطيران، في الاستثمارات الزراعية وغيرها كثيرة. في حين أن مصر الوضع الاقتصادي لها متدهور، الإدارة الاقتصادية لها غير رشيدة، بتعتمد على تلقي المساعدات من الخارج. احنا من قبل صفقة رأس الحكمة لما كان الاحتياطي النقدي في مصر 33 مليار دولار، كان 28 مليار دولار منه ودائع خليجية سعودية وإماراتية وكويتية. فبالتالي فارق بين دولة عندها استثمارات ضخمة وأموال ضخمة وبتوظفها لخدمة مصالحها، وبين دولة عندها عدد سكان كبير، لها إرث حضاري، لها مميزات كثيرة، ولكن هي في نظام بيعتمد على المساعدات الخارجية وعلى القروض، ويعني وظل واقع سياسي معين بيضعف حالة الفعالية السياسية، وبالتالي بتخلي أن مصر دولة لها مقدرات كثيرة ولكن ضعيفة غير مؤثرة. يعني الدور المصري في السودان، في ليبيا، في غزة هو لا يتوازى مع ثقل مصر ودورها التاريخي. أحسنت. السؤال الأخير أروح للأستاذ شريف. كابتن شريف، هل ما يفعله السيسي بشكل عام تغييرات في الجيش واستخدام وزير دفاع من الخدمة المدنية، هل دي محاولة من السيسي لإعادة السيطرة على توجهات الجيش، أم أن الجيش ما زال يحتفظ بسيطرته على أمن القومي المصري؟ حضرتك الحركة اللي فاتت اللي اتشال فيها وزير دفاع ورئيس أركان، يمكن كنت اتكلمت فيها مع حضرتك أو عملت فيديو قصير أونلاين كمان في الوقت ده، ده انقلاب، ده يعني احتكام. يعني خلي بالك ان وزير الدفاع بعد ما بيقعد اكتر من سنه بيبقى خلاص سكن رجالته في اماكن معينه، ايده طايله في اماكن قادر ان هو يبقى يعني السيطره على الجيش ما بتحصلش في يوم وليله حتى لو هو الوزير. فلما انا اجي اطير القيادتين مع بعض، لازم قياده بتكون مستنيه. ما فيش حاجه اسمها وزير دفاع ورئيس اركان يتشالوا في نشره واحده. دول يعني دول ده انت لو عندك اتنين قاضي كتايب في نفس اللواء مش هتشيلهم في نشره واحده، لان لازم واحد يقول للتاني يبتدي منين، يقعد معاه منين، يبتدي يطلع من امسك الحته دي كذا الحته دي كذا، بيبقى فيه هاند اوفر بياخد اسابيع، مش واحد بيجي يسلم على واحد واخد بعضه ويمشي ويبقى خلاص هو كده. ده هو شال الاتنين، ده معناها ان هو بيحتكم بيسيطر على الجيش سيطرة كاملة بشكل مباشر عن طريق ان هو يجيب واحد تقريبا قيمته شبه منعدمة، هيئته ومظهره وتاريخه العسكري لا يوصله الى منصب وزير دفاع، اوريدي جلبية بقاله 6 سنين، جابه خلاه يغسل الجلبية ويجاب له بدلة مقاس وكرش مدلدل قدامه 2 متر، وهو ده وزير الدفاع بتاعه. طبعا هو لا يمكن ان هو كان يحلم لو هو في الخدمه ولا بره الخدمه ان هو هيمسك وزير دفاع، فبالتالي هو اهيف من ان هو يتحرك او يعمل اي حاجه. هو اصبح هو نفسه شخليله بالجيش كله. يعني قبل كده كان محمد زكي مسك نفسه شويه، ظبط نفسه شويه، بس برضو نرجع ونراعي ان هو نفس دفعتهم. يعني هو وزير الدفاع اللي مشي ووزير الدفاع الجديد وعبد الفتاح السيسي كلهم خارجين نفس الدفعة، كلهم متخرجين في نفس السنة من الكلية الحربية، كلهم سلاح المشاة. فهو بيجيب أصدقائه
بتوع الدفعة اللي من السلاح المقربين ليه، شال اللي كان شايل الشيلة بقاله كذا سنة، وشال معاه رئيس أركان، وحط الجزء اللي موجودين دلوقتي دول اللي محدش أصلا فاكر أساميهم ولا عارف أساميهم ولا ليهم أي قيمة. والأهم من كل ده هو القوات اللي هم كمان حطوها لنا في الشرق، لما راح رئيس الأركان يقابل قواتنا اللي على الحدود الشرقية، واكتشفت ان القوات اللي هو بيسلم عليها كلها قوات نخبة، قوات خاصة صاعقة ومظلات، ما كانش فيه الا افرولات المظلات اللي هو الاخضر المموه، والافرولات بتاعت الصاعقة اللي هو الاصفر المموه ببني بس، هم دول القوات اللي سلم عليهم. ودي حاجة تعرفك، لان اول حاجة دي مش القوات اللي تروح تقف على الحدود، دي قوات بتنفذ عمليات خلف خطوط، يعني ليها مهام تانية وطريقة شغل تانية، زي غلط ان هو كان يحارب بيهم اصلا في سيناء. ولكن احنا عندنا مشكلة دلوقتي، ان انت فين الجيش بتاعك، فين جاهزية الجيش بتاعك اللي هتحارب. انا حضرتك، انا مبسوط ان انا كنت معاك النهاردة، لان انا كان في حاجة قلت ان انا لو كنت عايش كنت لازم معقولة يبعتوا قوات لليمن تحارب وتتقتل هناك، محدش يطلع يقول لهم رايحين فين ولا جايين منين ولا بتعملوا ايه. انا بقول لحضرتك النهاردة اهو، لو جيشنا دخل اي مواجهة عسكرية، يعني النهاية 67 هيبقى احتفال بالنصر مقارنة باللي هيحصل. ولو الجيش المصري كان عنده ما يقدمه ضد المخاطر الخارجية، كان على الأقل قدمها مع الحدود الجنوبية في السودان ضد قبائل الجنجويد قبل ما يفكر يركب الطيارة السي 130 ويطلع على بس الصومال. ده رأيك انت يا كابتن شريف، وانت راجل قول حضرتك، عسكري يعني، انا قول. محترم رأيك جدا يعني. سريعا استاذ احمد مولانا، انت متفق مع الكابتن شريف فيما يخص التوازن العسكري او قدرة الجيش المصري؟ يعني انا يعني هتكلم في زاويه اخرى، ان التحرك الاخير جزء منه مرتبط بمحاوله اسيوبيا الوصول للبحر الاحمر اكثر من ارتباطه بسد النهضه. سد النهضه كان محاولة ايه؟ محاولة اثيوبيا للوصول لسد، اثيوبيا الوصول للبحر الاحمر. سد النهضه من بضع يعني من شهر رئيس وزراء اثيوبيا اعلن اكتمال الملء الخامس واكتمال بناء السد، وخلاص اصبح امر واقع. ففكره ان تدمير السد او اعاقه السد وما شابه يعني خلاص بقت يعني بنسبه كبيره جزء من الماضي. انما المحور الاخر اللي بتشتغل عليه اثيوبيا واللي اتكلم عليه ابي احمد في اكتوبر الماضي امام البرلمان الاثيوبي، هو حلم الوصول للبحر الاحمر وان يبقى فيه ميناء موجود. وبالتالي كان طب الاتفاق مع ما هو الكتايكه، رايح مع سومالاند عشان كده. ايوه بالضبط، هذا الوصول للبحر الاحمر يجعل اثيوبيا دوله فاعله في مضيق باب المندب وفي البحر الاحمر. واحنا تاريخيا يعني حضرتك ذكر في التاريخ كلنا في السيره النبويه ابراهيم الحبشي لما راح يهد الكعبه، هو هذه اثيوبيا كان لها امتداد موجود وصولا للتاثير في اليمن الى عمق الجزيره العربيه. فاذا نجحت انها تمسك قاعده عسكريه على قرب مضيق باب المندب وقرب الباب الاحمر، هذا يعني قدرتها على خنق حركه الملاحه في قناه السويس، وبكده يبقى اثيوبيا مسكات من جهتين. لذلك في استراتيجيه معهد تابع للشؤون الخارجيه الاثيوبيه نشرها خلال العام الجاري اسمها استراتيجيه الاثيوبيه للمياهين، يقصد بها مياه النيل والبحر الاحمر. فاليوم التحرك الحالي جزء رئيسي منه هو محاوله ايقاف هذا الوصول الاثيوبي الى البحر الاحمر من خلال دعم الحكومه الصوماليه، وليس احباط سد النهضه. خلاص سد النهضه ملفه وانتهى واصبح امر واقع، ولن تستطيع هذه القوات ولن يعني خلاص انتهى ملفه خلال السنوات الاخيره. انما قضيه البحر الاحمر اليوم لو اثيوبيا بتمسكك من مياه النيل بتمسكك من قناه السويس هتبقى كده خلاص. يعني تستطيع انها تخنقك بشكل كبير. فهو بيحاول يضغط في هذه المساحه وهذا الملف بالتنسيق مع الاتراك، بالتنسيق طب مع معلش الحكومه معلش الاثيوبيه. معلش مش ده تحرك متاخر؟ ما هم اصلا اثيوبيا مضت مع سومالاند 50 سنه. لا دي مذكره تفاهم لن تتحول الى امر واقع، لم تقام قاعده عسكريه بعد، لم يبدا تدشينها بشكل فعلي. فالحكومه الصوماليه من بضعه شهور راحت عملت اتفاقيه مع تركيا، تعهدت تركيا بموجب انها تبني قوات بحريه للصومال، ثم ذهبت الى مصر وعملوا اتفاقيه الدفاع المشترك، ومصر بتحاول او نظام مصر بيحاول حاليا. طبعا اثيوبيا دي نقطه جانبيه بتعتمد في 90% من وارداتها حاليا على ميناء موانئ في جيبوتي، فجيبوتي متضرره، اما تبقى اثيوبيا لها ميناء في ارض الصومال جيبوتي متضرره، اريتريا متضرره، الصومال متضرره. فمصر بتحاول ان هي تشكل محور مع جيبوتي واريتريا والصومال وبتنسيق مع الأتراك من أجل عرقلة وصول أثيوبيا أثيوبيا. إلى طب ما مضيق طب ما المندب جيبوتي وحاجة. عرضت على طب ما جيبوتي عرضت على أثيوبيا منفذ على البحر الأحمر. هو في ميناء، ولكن أثيوبيا بتدفع ضرائب بتتراوح من مليار لمليار ونص دولار
الى جيبوتي سنويا مقابل يعني كل صادراتها وارداتها من خلال موانئ في جيبوتي. لا، اثيوبيا دلوقتي تريد ان يبقى في ميناء ثاني اكبر تابع ليها، لها حريه استيراد ما تريد. اليوم انت لما بتستورد من دوله لو في معدات عسكريه، لو في اشياء نوعيه، لابد بتعدي على جيبوتي وتاخد اعتماد وموافقه. لا، اثيوبيا عايزه يبقى لها ميناء مباشر في ارض الصومال، تدخل وتخرج الحاجه منه بدون تفتيش. وده مش القصد المهم، هو القصد المهم هو السيطره على مدخل البحر الاحمر. هو بيعتبر نفسه دوله مقيده. اثيوبيا حدودها حضرتك 60 كيلو متر، على بعد 60 كيلو متر من البحر حاليا، فهو بيعتبر ان هي مخنوقه، وان هي تاريخيا كل ما كانت بتكون قويه بتستطيع انها تسيطر على موانئ، وانها تتحول اللي بيسيطر على بحر بيكون فاعل، يعني يصل لبحر له ميناء، له اقتصاد، وصول اقتصاد عالمي، وصول تصدير واستيراد، وقدره على نشر قواته ونشر نفوذه وهيمنته. وصلت. اما بيفضل داخلي، هذا بيفضل محصور داخل بقعه جغرافيه معينه. فده حلم تاريخي. ابي احمد بيقول يعني ان ده استعاده العظمه الاثيوبيه، الوصول للبحر. بدون ده هنظل منكفئين على ذاتنا. فهنا ده تحدي وهو ده محل الصراع الحالي. ما زالت هذه مذكره تفاهم لم تتحول الى امر واقع، وبالتالي بيتحاول بعض الاطراف ومنها مصر منع تحوله الامر واقع. وصلت. الاستاذ احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه للدراسات، بشكرك جدا. الكابتن شريف عثمان الضابط السابق بالقوات الجويه، بشكر حضرتك جدا. شكرا. مهم قوي النقطه اللي قالها الاستاذ احمد مولانا الاخيره، الخاصه بمحاوله اثيوبيا السيطره على مدخل البحر الاحمر، وبالتالي لو حصل لا قدر الله تبقى اثيوبيا مسيطره على النيل ومسيطره على البحر الاحمر اللي هو قناه السويس اخرنا يعني، وكده اثيوبيا تكون قفلت عليك ميه ونور. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اول حلقه بعد الاجازه. الى ان نلقاكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج مصر النهارده، تصبحوا على وطن حر. اسبوع الخير.